السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من دور الستاشر في ثوبه الجديد وفي مكانه الجديد. في مقدمات كتير عايز أقولها، بس مبدئيا نرحب بضيفنا العائد العريس من العائد من كل حاجة، عائد لدور الستاشر وعائد من الأجازة وعائد من البريك وكل حاجة، مستر محمود أبو إسماعيل الجامد. وضيفنا لأول مرة في دور الستاشر يوسف عثمان، منورنا يا دود حبيبي. ايه بقى المقدمات كتير اللي عايز اقولها؟ اولا لو في مشكله في الصوت، لو في مشكله في الكاميرا، لو في مشكله في اي حاجه في الدنيا، معلش دي اول مره بنجرب السيت اب بتاعنا ده، فاكيد اكيد اكيد مش هيكون زي الاستوديو اللي فات، لان الدنيا عندنا هنا على مستوى التكاليف معقوله شويه، بس في بيتنا يعني علشان نبقى متحكمين في كل حاجه ونعرف نعمل لكم حلقات كتير. فاوعدكم ان شاء الله مع مرور الوقت ان الصوت هيتحسن، لو ما كانش بالفعل كويس قوي وهيبقى احسن حاجه ممكنه. الصوره ممكن برضو ان شاء الله مع مرور الوقت تتحسن، ولكن لا اعد انها توصل للي احنا كنا عليه، بس يعني ايه، احنا بنضحي بحاجه لصالح حاجه والكلام ده. وبعدين بنجرب وادينا قاعدين، بس اهم حاجه في اخر الليله كده احنا قاعدين بنتكلم افلام، بس ده كل اللي مطلوب. بس هي الكاميرات يعني حلوه برضو. الكاميرات حلوه جدا. لا انا قصدي احنا بنجرب يعني. مقدرين والله مقدرين. ده كان في يا جماعه تابلت طالع من شويه ومهدي عم عايز يعمل زي اسمه ده ايرون مان وعمال يحرك حاجات، واحنا ايه ده؟ هو والله بحاول يا مهدي ننزل الدنيا قمدي يعني. بس الموضوع لما جه يستخدم بقى على الامكانيات بتاعه الحته اللي احنا قاعدين فيها، يعني كل شيء انهار. قال لك الواي فاي انت بتهزر ولا انت ايه اللي انت مدخله عليا؟ انا مش فاهم حاجه. اهم حاجه في روح، اهم حاجه النيه طيبه، واحنا كلنا قاعدين مستمتعين بوقتنا وهنتكلم افلام، هنتكلم بايوبيكس، فبس ده كله مظبوط. واهم حاجه ندوس لايك ونبص على القنوات اللي تحت في الكاتب بتاعتها في الديسكربشن والحاجات دي كلها عشان تدعمونا ونكمل ونبقى جامدين. عايزين نجيب لايكس كتيره الحلقه دي. كام بقى الري لا انا ما بعرفش اطلب منك. لازم يا جماعه لايكس، يا جماعه اللايكس بتفيد جدا الكونتنت كريتر عشان الناس تشوف الكونتنت. انت مش عايز صاحبك يشوف كونتنت دوت بس زيك، هو عيب ولا ايه؟ هو في قاعده في اليوتيوب، القاعده في اليوتيوب لو انت هتطلب لايك او تطلب اشتراك او اي حاجه ما ينفعش تقوم قايلها بس كده، لا لازم يكون في حاجه في المقابل. لازم المشاهد ياخد حاجه من اللايك. ماشي نعمل اتفاق. هو هيعمل لايك ليه؟ اعمل لايك عشان يكون في حلقات اكتر. ده سبب مثلا يعني دلوقتي بقى دور 16 بنصور عندك من البيت فمالكش حجه. ولما تعملوا لايك على حلقه فيها يوسف عثمان يجي يوسف كتير الحلقات بالظبط، كل دي رسائل ضمنيه. ده بالظبط صبحين المسج صح. فالنهارده موضوعنا ايه؟ الافلام البيوغرافيه. البيوغرافيه احسن افلام بايوبكس يعني. من الطف الحاجات في الدنيا محمود لما جات كومنتات كتير بتقول لك هو بيتكلم انجليزي كتير ليه؟ بيتكلم عربي فبيتكلم حاجات ما فيهاش تفاهم. ايوه الناحيه الثانيه خالص. فافلام السير الذاتيه يا جماعه او البيوغرافيز او البايوبكس دي كانت فكره من يوسف لما كنا بنبرين ستورم عشان نشوف هنعمل الموضوع ازاي. واول لما جينا نحط القايمه طلعوا تقريبا حسبه 35 40 فيلم حاجه زي كده، فابتدينا نحط شروط لاستبعاد بعض الافلام، منها ان لو في يعني في البدايه لو كان في واحد فينا ما شافش فيلم كنا بنخليه بعد شويه وقت، لا لو حد ما شافش فيلم خلاص بنستبعده. بنركز قوي على الافلام اللي الشخصيه اللي هي بتنقل قصه حياتها معروفه، يعني مش عرفناها من خلال الفيلم بس هي معروفه اصلا، حتى لو ما كانتش معروفه لكل الناس معروفه لعدد كبير من الناس. وده وصلنا في الاخر لقايمه من كانوا 20 اسم. وبعدين احنا نازلين بفيتو وعمياني كده كل واحد يختار اسم يطلعه، ففي فضيحه حصلت في المرحله دي. وفضل فيلم في الاخر اتفقنا عليه وطلعناه عشان نوصل ل 16 فيلم. وكالعاده اول مباراه في دور ال 16 اللي بيسحب القرعه بتاعتها ضيفنا اللي بيظهر معانا اول مره. تعيش FC Barcelona. اوكي ماشي. The Theory of Everything. The Theory of Everything. ماشي ضد. قصة حياة ستيفن هوكينج. انا حسيت دي والله ما شفت ايه بس قلت واحدة ثانية احسن. ماشي. تطلعش بقى الفيلم الثاني اللي احنا The Social Network. اوكي. ايزي. ماتش خلصان. ايزي. على البركة. Can I؟ ممكن انا؟ Go ahead yeah. Walk the line. All right. Okay. Joaquin. Malcolm X. Yeah. Okay. عنيفة دي شوية. شوية. All right. كل الناس اللي انا عارف ان الشورت طالع في الكادر بتاع الكاميرا ده، بس حاجة من الاثنين. يا نطلع الشورت يا نطلع النور، مفيش حل. فانا ضحيت بالشورت. يا ريت بقى التعليقات اللي انتوا عارفينها دي امسكوا نفسكم شوية. في ايه يعني؟ المباراة الثالثة اوبنهايمر. احنا نسينا نقول ان اصلا يعني الموضوع ده كله بمناسبة اوبنهايمر لانه يعتبر بايوبيك.
وفيلم مهم جدا في هذا الاطار ومن المنافسين الجامدين كمان على اللقب بتاع الحلقه دي هيلاعب ذا ايميتيشن جيم هيلاعب توأمه او الفيس اوكي كان يلعب لو بوهيميان رابسودي معاه يا لهوي بص انا سحبتها طلعت بقى خلاص ري اوكي مزيكا مزيكا حلوه مزيكا يقابل مزيكا كده هننتقل للبراكت الثاني يعني خلاص البراكت ده في حاجات قويه جدا في واحد من هنا هيوصل نهائي وفي واحد من هنا من اللي هنقولهم دلوقتي هيوصل نهائي ستريت على كامبتون اوكي في شويه سيطره للمغنيين والمزيكا وبتاع دايما القصص بتاعت القصص الغنائيه بتعمل ذا وولف اوف وول ستريت مال دب ده اوكي ماشي جميل جدا استاذ حبيبي اي تونيا قوي جدا المفروض ما تقولش فيلم قوي جدا لينك ذا لينكلن انا كاتب ذا لينك ذا لينك ذا لينك بص هما اتنين خدهم مع بعض كده وخلاص ا بيوتيفول مايند اورايت اوكي بوهيميان ولا ايه ستيف جوبز يا واو في اي ماتش تعبان الاثنين تعبانين بوهيميان رابسودي في حاجات فيها اكتساح شويه بوهيميان رابسودي ضد اخر حاجه هو كان فاضل ايه تاني ايه اخر ايه اخر حاجه صحيح مش فاكر كان ايه اللي متبقى 127 لا اتشلت فيرست مان اه عملوا ايه اللي احنا مش فاكرينه يا ستار يا رب ده ماتش بايخ قوي ده جدا جدا طيب بس يور بوي ديميان شازيل موجود اهو ريبريزنتد هو بقى ماي بوي خلاص yes. لمجرد ان انا يعني ماشي اوكي طيب دلوقتي بقى في فقره محمود اسماعيل اخترعها هنجربها لاول مره على الاطلاق ان احنا بعد ما عملنا القرعه وشفنا الافلام وشفنا الماتشات كل واحد فينا على ورقه على جنب هيكتب تكييف يا جماعه عشان برضو على مستوى التكييف شغال والهواء بيطير التكييف على بعد 25 يارد مثلا تكاليف تكاليف كل واحد هيكتب على ورقه اللي هو شايف انه هيكسب او اللي هو هيلعب وهيستراتيجايز لان خلي بالك اللعبه دي فيها ده ماشي. انك في حد عايز تلعب وبعدين تبتدي تضحي بحاجه مقابل حاجه وكلام زي ده عشان تكسب اللي انت عاوزه يكسب وفي اخر الحلقه بعد ما نعرف مين اللي كسب هنريفيل او هنكشف كل واحد عن الاختيارات بتاع كل واحد فينا خبي وما توريش لاي حد تفضل في واحد زياده في فيلم فعلاً. أو المفضل ليا ولا انا متوقعه يكسب اللي انت عاوزه يكسب اللي انا عاوزه يكسب مش اللي انت متوقعه يكسب اللي انت عاوزه في اتنين الصراحه بس ماشي اللي هو من الاخر انت هتلعب عشان تكسبه اه ماشي 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 يبقى انا هقلل من اي فيلم تاني خلاص ماشي. او تخدعنا تعاديه علشان نعند معاك فاهم اه فاهم قصدي في حاجه خبي خبي بحب انا الفيلم ده الصراحه فيلم بحبه جدا يعني حد شايف حاجه تحبوا نوري الكاميرا كل واحد يوري الكاميرا دي فكره دي ويبقى هو ده البتاع ماشي ماشي انا عن نفسي أنا مش شايفين ممكن صح ماشي احنا هنتكلم عادي ايه ده معلم ده انا ممكن اخلي الريفيل بتاعي لحد اخر الفيديو الجامد اللي وريته لنا في فرحك ده الشغل الجامد اللي انت عملته الله يبارك لك من البرفورمانس بتاعك انا وريت الكاميرا ورينا انت انا عايز اخليها لحد اخر الحلقه يا سلام ماشي الريفيل اللي عايز يعرف الريفيل استنى لحد اخر الحلقه ما نبصش احنا لازم نشوف حل في الهواء المخيف ده بيزود من ماشي اورايت كده جاهزين للمباريات جاهزين اول مباراه ذا سوشيال نتورك يقابل ذا ثيوري اوف ايفريثينج اوكي في بقى ماتشات يعني افلام ممكن ناجل الكلام عنها شويه لغايه لما تقابل حاجه تستحق لان انا اعتقد ان الماتش ده سهل انت شايف ان ده واحد منهم انا شايف ان ده ماتش سهل جدا جدا لصالح ذا سوشيال نتورك مفيش اي مجال للمقارنه انا اصلا ما بحبش ذا ثيوري اوف ايفريثينج انا شايف ان هو فيلم زي ما بيقولوا كده تلوين بالارقام عمليه ماشيه منطقيه تماما اوسكار بيت جدا جدا هي الشخصيه ايكونيك جدا فده اللي ده شايل الفيلم لوحدها لكن انا حاسس مثلا ذا سوشيال نتورك في حاجات في طريقه الستوري تيلينج لو ما كانتش موجوده في حاجات في تجسيد الممثلين لو ما كانتش موجوده كان ممكن يبقى فيلم عادي ممكن يعدي عادي يعني
والفكره ان في فيلم زي ذا سوشيال نتورك لو فكرت فيها هو فيلم زي كورت روم دراما، هو بس عباره عن ناس قاعدين بيتكلموا على قضيه معينه بس انت منغمس فيها كده، اللي هو يا لهوي الموضوع ده جدا جدا خرافي. حد حس بشويه تاثر في اوبنهايمر بذا سوشيال نتورك جدا جدا، انها كلها ديفرنت تايم لاينز وبنروح ونيجي ونرجع وان المركز الحدث بتاع كل تايم لاين مساءله او محاكمه او جلسه استماع او حاجه بالطريقه دي بالظبط. حتى مش عايزين نقول ولا كلمه عدل، احنا قلنا كلمتين كويسين كده على السيريو هوكينج برضو بتاعه عموما الفيلم دوت اللي كرهني في ايدي ريدمين يعني. الموضوع تطلب عدد كبير من الافلام بعد كده عشان ابتدي يعني شفت له الفيلم اللي شفت جوبيتر اسندنج. فيلم ايه جوبيتر اسندنج؟ اني واحد فكرني بيه اللي كان بتاع ايه بتاع لوتشاوسكيز يخ شفته اللي ايد ريدمن الثري ديم كرهتك في ايد ريدمن وما شفتش جوبيتر اسندنج. كان في الفيلم اللي هو عمله مع البنت اللي هي مرات مايكل فاسبندر دي اسمها ايه؟ ايه مرات مايكل فاسبندر مش عارف مراته اللي هي عملت لارا كروفت الجديد اسمها ايه البنت دي نسيت اسمها؟ ميلا كونس؟ يا جماعة لا لا مش ميلا كونس عارفها دي اللي عملت ده ايرونوتس اللي هو بتاع المنطاد والجو. لا 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 لما كان هو ترانسكشوال ذا دينيش جيرل ذا دينيش جيرل انا نسيت اسمها بس انا عارف شحروري وانا بحط لنا اسمها على الشاشة الله يبارك لك يعني. فده كده بره. لا الحلو قوي لإيدي ريدمين ذا جود نيرس الفيلم الجديد مش عارف موجود على ايه على نتفليكس على ابل على برايم حلو جدا لا فشخ يعني وهو حببني فيه من اللذين يديله نظر حلو كلام. المباراة التالية ووك ذا لاين ومالكوم اكس ده مش ماتش مفضل بالنسبة لي قوي يعني انا تمام مع الفيلمين بس مش مفيش درجة حب مرتفعة ازيد من اللازم. اوكي ووك ذا لاين انا بعترف من البداية مش من الافلام اللي انا فاكرها ان ممكن اتفرجت عليه مرة مرتين وانا صغير. ما فيهوش اي سبب يخلي الواحد يشوفه اكتر من مرة بالظبط. الاداء التمثيلي ايكونيك فيه مشاهد كتيرة بقى الواحد بيشوفها تطلع قدامه على اليوتيوب من واكين فينيكس. بس كمالكوم اكس كاسبايك لي جوينت تمام زي ما هو بيسمي الافلام بتاعته لا واضح ان هو كان قصة حب مع سبايك لي ان هو يحكي القصة بتاعت مالكوم اكس. وبصراحة انا شايف ان القصة بتاعت مالكوم اكس دي واحدة من القصة اوكي لما تيجي تتعمل فيلم بايو يبقى حاجة خرافية وفي كلام تاني ممكن يتقال عليها قدام. انا بس حاسس ان ووك ذا لاين في حاجات في فعلا الفيلم اللي شايله كتير قوي. انا ما بحبش اصلا يعني حاجات المزيكا وكلها اي بايوز مزيكا ولا جوني كاش قوي عادي يعني. فانت قلت حتة الري واتشابيليتي دي بس في مشاهد عملها خوكين في حلوة جدا. بس شفت حاجات شبهها مش هي في ذا ماستر شفت حاجات شبهها في جوك شفت حاجات شبهها. فحاسس انه يعني لما عدى وقت على الفيلم ما بقاش زي ما شفته اول مره على ام بي سي 2 وقلت ايه ده وفاهم قصدي. بس مالكوم اكس الناحيه الثانيه لا انا حاسس انا بقالي فتره ما شفتوش بس حاسس انه لا ممكن اشوفه عادي النهارده واحس ان ده حاجه ايكونيك اقوى بكتير عن ووك ذا لاين. وضع اعتراف رسمي من يوسف بان خواكين فينيكس از وان تريك بوني هو ما عندوش رينج وهو كل اللي لازم ياخد ورشه نفس الكاركتر لازم ياخد ورشه فمالكوم اكس يتقدم صح من غير برضو ما ياخد حقه في الخناقه بس هو داخل خناقه جامده شويه بعد كده. هنشوف المباراه التاليه هتبقى عامله ازاي. اوبنهايمر وذا ايميتيشن جيم اوكي هنبدا نتكلم كتير دلوقتي مبدئيا في البدايه قبل ما نبدا كلام هل انت بتعترف بحاجه اسمها ريسنسي بايس علشان انت انك بتميل اكتر للحاجات الاخيره عشان انت لسه يا دوبك متفرج على اوبنهايمر فده ممكن ياثر في حكمك ممكن هل تعترف بده اعترف بان ده موجود بس ما اعترفش ان هو عندي معترف ان ده موجود برضو وعندي في اوقات وانا متعصب جدا لاوبنهايمر في في في, في الحلقه دي كلها بس قدام ده انا ايميتيشن جيم انا شفته مره لما نزل ما شفتش شفت يعني بس انا فاكر ان انا ساعتها بعد ما شفته مش فاكر ايه هي بقى دلوقتي بحاول افتكرها وانتوا بتتكلموا في حاجه كنت حاسس انها ناقصه فاتكلموا كده بس ما كانتش ليها علاقه بالستراكشر بتاع الحدوته ولا بنديكت كومبر باتش ولا في حاجه انا مش فاكر ايه هي فحاول افتكرها وانتوا بتتكلموا. الاداء بتاعته اللي هو كان بيعمل لا مش الاداء بالعكس انا كنت حابب قوي ازاي مع الوقت ابتديت افهم ويوصل وان واخدين ستيبس ده بتهيالي ان لو انا فاكر صح ان هو فجاه وصل لها اليشا فيكاندر اللي هي بتاع صح مش هي كانت معايا الفيلم ده برضه مايكل فاسبندر بس هي كانت معايا الفيلم ده ولا كانت ايميلي بلانت مين اللي كانت قدام الفيلم ده؟ لا دي كانت نايومي واتس في ذا ثيري اوف ايفريثينج لا في ايميتيشن جيم كانت نايومي واتس نايومي واتس لا مش نايومي واتس المهم يعني بس انا فاكر انه فجاه نطينا
انه عمل الماشين وابتدى يقرا الكود وبتاع. بس انا فاكر يعني كلمه انا بس انا متعصب في نقطه معينه مع انا فاكر كنت عمال اقول انا فاكر مشكلتي مع الايميتيشن جيم. كان عندي مشكله تقريبا ممكن حاجات كده عديت عليها, بس كان في مشكله اساسيه ان هو كل شويه كان بيقدم كونسبت ويروح مستخدمه في المشهد اللي وراه على طول. احنا بنتكلم بحرق الفيلم قديم شويه صح؟ يعني لما كان بيقول لك بعد ما حلوا الشفره وعرفوا ازاي فكوا المسجز والكلام ده كله, فقال لك احنا كده بقى فقدنا باور اكتر من اللازم, احنا كده بقينا بنلعب دور مش بتاعنا, احنا بنحدد مين يعيش ومين يموت. بعدها على طول في المشهد اللي بعده راح جايه الاتاك, الخبر بتاع الاتاك اللي هيموت فيه اخ واحد فيهم, وقال لك ما ينفعش نتدخل ولازم نعمل وبتاع. فدي فصلتني شويه. لو انت كل حاجه عاوز تعملها بتروح مقدمها قبلها على طول. بس ده وتعب بسيط جدا. يعني انا بموت في ذا ايميتيشن جيم, وذا ايميتيشن جيم وده انا قلته في مراجعه اوبنهايمر, عنده ادفنتجايه او عنده ميزه عن اوبنهايمر انه على الصعيد العلمي دخلك الماتش من اوله لاخره. يعني انت شفت المعاناه وشفت الفشل وشفت الضياع وشفت الانتصار وشفت الانتصار اللي بيجي وراه فشل ولا, وبعدين لحظه الانتصار الكبيره لحظه كريشندو خطير جدا وانت بتتفرج عليه, يعني عاطفيا بينفولفك قوي. بس اوبنهايمر حاجات تانية كتير اكتر من كده. اتكلمنا عن اوبنهايمر. احنا مسمعناكش قبل كده. انا دخلت اوبنهايمر, دخلته مره تانية اصلا لسه من كام يوم. انت دخلته مره واحده ولا مرتين؟ انا دخلته مره واحده وما عرفتش اجيب تذكره اتفرج عليه مره تانية اي ماكس. انت اول مره لما دخلته ما دخلتوش اي ماكس؟ نو. رغم انك كنت على بعد ساعه ونص من اول حفله اي ماكس. يس. اللي انا دخلتها ما دخلتش ليه؟ لما رحت السينما الناس قالوا لي محمود اسماعيل لسه بالظبط كنت لسه طالع من هنا. بس اتفرجت على ماكس ده السينما الكبيره بس اي نو نوت ذا سيم بس اللي هو اوكي وات ايفر. انت دخلته مرتين اي ماكس؟ دخلت لا تاني مره لا. اوكي. طيب انا اوبنهايمر تاني مره دي في حاجات كتيره قوي انا ما كنتش اولا حته ان احنا نطينا دي حاجه شفتها في الريفيو بتاعتك ان احنا في حاجات علميا ما كانتش مشروحه قوي عشان نعدي بس النقطه دي. انا بالعكس ده ريحني ما اتضايقتش منه خالص عكس حاجات في تانت وعكس حاجات في انترستيلر انا كنت تايه شويه. وغير كده ان انا تاني مره دي شفت فيه بيتس بسيطه جدا قد ايه هو بيحاول مع ان انا كنت مش متخيل ان انا ممكن اتعاطف معاه في تاني فيون دي خالص. بالعكس اتعاطفت معاه اكتر عن اول مره قد ايه بيحاول يعطل لا يا جماعه مش هنبعت يورينيوم بيحاول يا جماعه بلاش خلينا بس نهدد بس خلينا نعمل بروجرام مع السوفيات خلينا مش عارف ايه. وكنت الناحيه الثانيه مش بالع قوي مع اول مشاهده هو ليه ستراوس بيعمل برضو ده مش يعني كل الهيصه دي مش موتيف كفايه انه يوم قالب الترابيزه عليه كده ولا حسيتها ان ذا بيج باد ريفيل في الاخر. لكن مع تاني مره ابتديت افهم هو ليه وكان هو ده واحد عايز ياخد السبوت لايت وده شايف ان ده واخد منه السبوت في حاجات في علاقات الشخصيات دي انا ما كنتش خدت بالي منها اول مره. كنت حابب قوي ان في لما بنروح لعلاقه اوبنهايمر بعالم ايه بظابط ايه بمش عارف ايه في حاجات في نولن في الاكسبوزيشن شويه كان البيس بيجري فيها بسرعه او لما نرجع نسترجع حاجه قديمه هنا حسيت لا بنرجع نشوف ده ولو انت ما جمعتش هو لوحده في المشهد اللي بعده او في حاجه فوتو مونتاج او في مشهد يطلع لك انه ده فلان او ده اللي انا اتكلم عليه. انا في حاجات كتيره جدا في السبورتنج كاست مشاهد كامله قدرت قوي مشهد كيسي افلك ده تاني مره كمان لما شفته كنت حابه قوي مره وايه ده المشهد بتاع جاري اولدمان برده ما كنتش تمام وبتاع وعارف ان هو في الفيلم ما اتفاجئتش بيه قوي. الستوري تيلينج زي ما قلنا في حته سوشيال نتورك في ناس كانت معايا في تاني مره دي ما حبتش تاهت اصلا في وسط كانت اول مره تشوفه بقى اوكي تاهت في ان احنا رايحين جايين رايحين جايين لان انا اول مره شفته كنت شفت فيديوز عن الحدوته حاجات عن اتوميك بومب والهيدروجين بومب وكده بس بالعكس قدرت ده قوي تاني مره ان ازاي لما مثلا سالوا اللي بيسال مات ديمن اللي هو روجر روب ده بيسال مات ديمن بيقول له لو انت النهارده بالكودز بتاعه اللجنه دي هتدي له اللايسنس فسكت رحنا كملنا حاجه انا الحاجه مش واخد بالي منها اول مره كملنا حاجه وقعدنا فيها كتير ورجعنا له في الاخر كول باك بعد ما خلاص شفنا علاقتهم كامله وهو كل دي حاجات انا مع تاني مره حسيت الفيلم ده ملحمه بنت لذينه يعني عمال يتفرع وكل ما هو ده الفرق الاساسي ما بين الفيلمين ده حدوته حلوه جامده متماسكه بس ده ملحمه ده ابعاده اكبر تحس كده ده دايره كبيره وده دايره صغيره جواها. على اعتقد ان الفكره برضو مع اوبنهايمر ان كله هو رايح يتفرج عليه اول مره كان في حاجه متوقعها فزي ما it was cut your cut off guard لما شفت ان اوكي لا مش ده الحاجه اللي انا فعلا متوقع ان انا جاي اتفرج عليها بس المره الثانيه وانت رايح تدخل انت عارف ايه اللي انت متوقعه عارف انت عايز تركز ايوه بقى عايز بتدور على ايه بالظبط بتدور ممكن عليها. اول مره لما اتفرجت عليها ماشي ما قدرتش تاخد كل حاجه فعلا بيحاول يقولها في القصه دي عشان
فين بقى الانفجار؟ انا عايز الانفجار دلوقتي. بس مع تاني مره وانت فاهم الحته اللي نولان رايحها في النيوانسز في القصه بتاعت اوبنهايمر، فدي اللي انت رايح بتتفرج عليها وتركز عليها. فهي قد ايه بس انا اسم المشهد بتاع لما كانوا قاعدين بيقرروا هيرموا البومز على اني سيتي، قد ايه المشهد ده افتكرت دكتور سترينج لوف لما كانوا بيتخانقوا وقال له ده انا لعد عشان الهانيمون بتاع عبس. وقد ايه حاجه يعني، ففي حاجات انا بجد انت في حاجات الواحد عداها عشان بس يركز على البيك بيكتشر ورايحين فين وجايين منين وبتاع. بس الفيلم فيه لايرز وفيه مع تاني فيونج في حاجات جيمز كده بتلاقيها اميزنج. اوبنهايمر يكسب ذا ايميتيشن جيم. ديميتيشن جيم ممكن يكسب حاجات كتير على الترابيزة بس ما يكسبش اوبنهايمر. حلو الكلام. إلفيس وري اتنين ميوزك، اتنين ميوزيكلز، اتنين فيجرز مهمة جدا. واحد جيمي فوكس وكسب الاوسكار، واحد اسمه ايه أوستن باتلر وقرب جدا من الاوسكار بس ما كسبهاش. الفيميل بتاع ديميتيشن ليد كيرا نايل. انا تيم إلفيس لسبب واضح. النص الاول بتاع إلفيس في رايي الشخصي حاجه من اروع ما يمكن ومن اعظم ما يمكن. ما فيهوش تركيز قوي على انك بتحكي حدوته الشخص بالتحديد، انت بتنقل الكالتشر بتاعت وقتها وتاثيره عليها شكله عامل ازاي بدل ما اقعد احلله وادخل جواه. ده مش معناه انك لما تحاول تدخل جواه كان محتم ليك انك تفشل، كان ممكن يتعمل احسن من كده بكتير. اللي اتعمل في النص الثاني لانه قدمه في النص التاني كضحيه كبيره قوي لكل المكائد اللي كان بيعملها الشخصيه بتاعه توم هانكس والحاجات دي، الفيجوال، الميوزك، الامور دي كلها في إلفيس احسن في تقدير الشخصي. وادعي انا اسف جدا على التصريح اللي خارج السياق اللي بقوله دوت، أوستن باتلر في إلفيس احسن من جيمي فوكس فري. لان دايما بحس ان ري كان فنان كفيف ما كانش بيشوف، فده بيديلك ادفانتج كده فتح كلام لانك لما تجسد الموضوع وتقربه من الشكل الكرتوني شويه بتاعه، وده اللي جيمي فوكس عمله وقعد يتاجر بيه كمان. كان طلع مع كانيو ويست في اغنيه جولد ديجر بالكاركتر بتاع ري تشارلز، كان لانه هو اصلا كان مسامبل فيه شي تيك ماماني وانا من ايده وبتاع. فلا انا شايف ان أوستن باتلر التعقيدات اللي عنده كانت اكتر، وخصوصا في النص الاولاني، وحتى هو في النص الثاني يعتبر افضل حاجه في الفيلم. مش مسؤوليته ان الايقاع في النص الثاني ممكن يكون هبط شويه والعمليه قامت زي ما تكون دراما او تراجيديا اكتر من اللازم وخلاص. واللي عندي فري ممكن يكون في ادفانتج اكتر ان الاغاني احلى. وانا بحسن بقى بس ده انا يعني عشان بحب مثلا ريتشاردز في العادي اكتر، بس بحب إلفيس جدا. بس هي عشان جيمي فوكس كان في حاجات هو اللي بيلعبها بنفسه وكده، فده اللي خلى الموضوع يعني هو كان في حاجات بيلعبها بنفسه. في حاجات كان بيلعبها بنفسه. انا كنتش عارف بس على ما اعتقد ان الحاله اللي احنا موجودين فيها دلوقتي هي برضه نفس الحاله اللي احنا كنا فيها، ان في شويه من الريسنسي بايس. او عامه انا ممكن دلوقتي يكون جوايا في شويه. لا انا قافش على ريم من ساعه ما طلع. لا هو اصلا ساعه سنتها كان عنده، كان في الاوسكار جيمي فوكس بينافس حد انا كنت شايف انه احق منه. 5 ريده كان ليوناردو، كانت حاجه ليوناردو دي كابريو. كان بلود دايموند؟ لا بلود دايموند ممكن يكون دي افيتر. مش متاكد قوي بس ممكن يكون دي افيتر. هو مكتوب سنه كام عن شكله سنه كام؟ ري 2004. يمكن يكون دي افيتر لان انا شايف ان احسن سنجل بيرفورمانس او ليد بيرفورمانس لنوردو دي كابريو هي دي افيتر في تاريخه كله يعني، وكان لازم يكسب الاوسكار عنه. فايتالي ري خدها بالشو بتاع، وساعتها انا فاكر ابعاد الكامبين كانوا عاملين يجيبوه في كل التوك شوز ويطلع يقول لك اوسكار باز اوسكار باز كلهم عندهم اوسكار. سواء اي حاجه بايوجرافي بتبقى في الاوسكارز ليها مسبقه لوحدها يعني. انت داخل تبيع نفسك جواها قوي. انا متغاظ من ري من ساعه ما طلع يعني. انا بس إلفيس يعني حسيت النص التاني من الفيلم فجاه بقينا فيلم تاني. انا كنت في النص الاولاني ده انا بحب إلفيس برضه فكنت معاه جدا وبتاع. ري بس مشكلتي على قد ما في حاجات حلوه، وانا قبل ما نصور كنت ان انا بالعكس عايز يا ريت ري وافتكر ري وبتاع. حاسه بس فيلم قديم يعني ما مالكم اكس فيلم قديم. بس لو اتعمل النهارده انا عارف مين مخرجه رينا، بس هيتعمل بفيجن احلى بطريقه احلى. حتى لما كنا بنروح فلاش باكس ونشوف هو صغير ومش عارف ايه وبتاع، كانت حاجات بطريقه عارف فلاش باكس وتلاقي الهيو كده على الشاشه وتلاقي حاجات قديمه يعني. الفيلم ما يعيش ما تشوفوش حتى النهارده وتقول اوكي وبتاع. لكن إلفيس مش بقول ما هو عشان قريب وكل حاجه، بس على الاقل كان مشروع فيلم حلو او نص فيلم حلو. انما ري على بعضه كده يعني هما الاثنين على مستوى النطاق بتاع القصه يتشابهوا في حاجه انا ما بحبهاش خالص،
انك لما تيجي تعمل قصة حياة واحد تجيبه من ساعة لما كان طفل لغاية لما مات. انا ما بحبش ده. بس إلفيس عمل في الناراتيف حاجة، عمل في طريقة الحكي حاجة مختلفة شوية، ان المنظور اللي بنحكي منه الحدوتة مش منظور إلفيس، منظور الشخصية بتاع توم هانكس. هو اللي بيحكي الحكاية من منظور المفروض ان هو بيدافع فيه عن نفسه. هي دي كان هو بيقعد كل ما يحصل له موقف يفتكر فلاش باكس يربطه وده بطفولته. انت ايه رأيك؟ لا انا برضو انا معترف ان بالنسبه لي يكون في شويه ريسنسي بايس، لان فيلم زي ري فيلم انا ما اتفرجتش عليه الا ممكن مره او مرتين، برضو كان نفس الحاله بتاع ووك ذا لاين بالنسبه لي. والفيس علشان انا لسه متفرج عليه من قريب، عشان لسه فريش في دماغي، فانا معترف ان انا اكون منحاز اكتر لالفيس. بس وانا متفق جدا مع الجمله اللي انت قلتها، ان ري ربما يكون النوع ده من الافلام او النوع ده من القصص اللي مش it will not stand the test of time. مش هيكون كويس بعد 20 30 40 سنه، بل لو اتعمل مره تانية بمخرج كومبتنت، بمخرج يعرف يدرس من الحاجات التانية اللي اتعملت في نفس الجانرا دي، البايوغرافيك اللي يدعو بعالم المزيكا، هتكون معمولة بشكل احسن. كان في فيلم اسمه ده عايز مثلا اسمه ايه، The Sound of Metal. The Sound of Metal Whiplash. السكة دي انا شفت لعبة وانا مش في المزيكا، او لعبه بالمزيكا ازاي عن ري اللي هو مجرد توب شوت او ميديم شوت، وهو يعني حس بدائي قوي يعني حاجة جينيريك عادية، فاهم قصدي؟ فيلم كامل على كتاب جيمي فوكس. ايوه بالظبط. يعني برضو شيل جيمي فوكس حط ممثل عادي او ممثل، برضو جيمي فوكس مش اجمد حاجه، بس حط ممثل مش قريب للكاركتر قوي، هتلاقيه فيلم اقل كمان من اللي هو كان عليه. انا عارف تحب جيمي فوكس، يا سلام. انا اي ممثل بيعرف يمثل ممكن يعمل التياتريكال عشان النضاره بتاعه ري تشارلز ويلبس النضاره ويقعد بقه شويه، خلصت يعني. وهو كسب الاوسكار بالكلمتين دول، انا اسف بقى خلاص يعني. اوكي alright. Straight Outta Compton, The Wolf of Wall Street. أنا عارف أنا عايز مين يكسب. أوكي، The Wolf of Wall Street فيلم بيوغرافي. ماشي. Yes. ماشي. جميل جدا. لشخصية حقيرة. جميل جميل. أنا يعني. يعني إحنا كل الناس دول سائلناهم شوية، بس في النهاية. بس الناس مهمين، ناس اثروا على مصنفينهم على انهم ناس كويسه. أيوة. يعني الفيلم طلع بيقول لك ده شخص كويس، ممكن يكون عنده مشاكل بس هو شخص كويس. لدرجه ان هم في السوشيال نتورك قالوا كده بالبوق، يور تراينج تو بي ان اسول اند يو ار نوت بات هي از. بس ما علينا، المره دي لا، ده وولف اوف وول ستريت ده رجل حقير 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 يعني. جوردن بيلفورد. يب. طب ماشي، انا بالنسبه لي صح انا بعشق فيلم ستريت اوت اوف كومبتون، بس المقارنه المحتوى دي غير عادله تماما، غير عاديله تماما. بس ك ك كريبريزنتيشن للون فيلم بيحكي قصه، صراحه مفيش اي حاجه في الترابيزه دي شبهها خالص. القصه بتاعه ستريت اوت اوف كومبتون مفيش اي حاجه في الترابيزه دي شبهها، حتى من الجانب الموسيقي. انت بتلعب كارت ريبريزنتيشن؟ لا ما بلعبش كارت ريبريزنتيشن. بقى بجيب لك 8 مايل. لا 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 لا، 8 مايل مش فيلم بيوغرافي، ما يتحسبش نفس الموضوع. بس ستريت اوت اوف كومبتون ان هم يحكوا قصه زي كده، قصه الهيب هوب الحالي، هو ليه شكله كده، هو الناس اللي عملوا الجانرا دي في الوقت ده في كاليفورنيا في كومبتون، والحاجات اللي عملوها والمصايب اللي كانوا بيمروا بيها كانت خرافيه. دو لا لا لا، احنا سامعينك والله. انا بدي الهيب هوب المعاصر وفنون الشارع كامل. مش كده مش كده، سامعينك. دو مش من العدل تماما ان علشان الايج جروب تكون مختلفه فانتوا ما تقدروش الحاجه الجامده اللي حصل في الفيلم ده. مع ذلك فيلم دولف وول ستريت انا شايف ان هو برضه هيفوز، علشان القصه بتاعه جوردن بيرفورد والاخراج بتاع مارتن سكورسيزي هيكون حلو. بس ليه رقمت الفيلم حلو؟ شكرا. حلو جدا. That's it. Let's put you out of your misery. لا ما ينفعش يكون فيلم زي ستريت اوت كومبتون محطوطه بس ما ياخدش حق. طب تعرف fighting انا اسف، تعالى ديبيت في ده. انا بحب ستريت اوت كومبتون قوي بجد. عندي في نفس المشكله اللي ظهرت بعد كده بشكل ابشع بكتير في بوهيمين رابسودي، انه بيطبل قوي وبيطبل ديت. انا عاوز استخدم مكانها كلمه كويسه للناس اللي عايشه، وبيجي قوي على الناس اللي مات. طب هو ازاي طبل واحد زي ايزي؟ هو التطبيل اللي في الفيلم لدري والايس كيوب. جميل. ده دول ملايكه ماشيين على الارض، دول ما بيعملوش حاجه غلط، بسم الله ما شاء الله عليهم. ماشي. وكافحوا من اجل الاندستري انا وسنوب دوغ بنعمل ما اعرفش ايه جوه وانتوا قاعدين. كان في مش عادي، دي كلمه عادي نقولها على اليوتيوب، كان في وسخات يعني، وكان في حاجه يعني، بس الحاجات دي بحسها مش بتبان، عشان فعلا اللي هو زي اقول لك التاريخ يكتبه المنتصرون. ففي الاخر لما حد هيرجع يكتب حاجه بدات ازاي او مين اللي كان دي انفلونس اكتر فيها، فعمر يعني بالذات لو حاجه مزيكا او لو حاجه جديده او حاجه حصلت مش شخص واحد مجموعه،
بحس دايما انه هيبقى في حوارات احنا ما نعرفهاش زي ريفو كده مثلا. هو ثاني يعني الفيلم هو الفيلم عامل الفيلن الاساسي بتاع الفيلم ممكن نقول الميوزك اندستريز نفسها والعقودات اللي هم بيدخلوا الناس فيها, ومثلا شوج نايت اللي هو كان في الفيلم برضو دول ممكن يقول الاثنين عشان محبوس بس الفيلم عاوزين بقى ما دول حاجتين وحشين اي حد هيتفق ان دول حاجتين وحشين فمنطقي ان هم يكونوا الاشخاص السيئين. ما علينا يعني ده اللي فصلني من والله جود فايت والله العظيم بس عشان بحب السيارات بس كده كده انا عارف ان احنا طلعنا بوت اوف وول ستريت من غير ما نتكلم عنه كلمه لسه ماشي. 2017-2012 اي تونيا يقابل ذا لينكولن. انا كتبت ذا لينكولن عشان كنت فاكر يعني اللي جه في دماغي ذا لينكولن لوير. وعلى فكره في مسلسل على نتفليكس دلوقتي نزل منه 2 سيزونز ذا لينكولن لوير. فاكرين فيلم بتاع ماتي ماكونهي؟ عاملينه مسلسل. هو اصلا سلسله روايات فخدوا بقى السورس ماتيريال وعملوا بيها مسلسل 2 سيزونز كويسين جدا, بس انا من واضح ان هو مش واخد اي اهتمام ففي الاغلب هيتكنسل, بس هو حقيقي حلو يعني. لينكولن وتونيا ريبريزنتيشن اي تونيا فيلم خرافي. لا مش انا مع انا يعني انا اي تونيا انا لا لا انت كان عندك تعليق سلبي على ذا لينكولن لينكولن. انا بالعكس انا بحب الحاجات الهيستوريكال فيجرز جدا, الحاجات اللي كمان سياسيه, الحاجات القديمه. بس انا بجد انا معلش انا ما حبيتش دانيال دي لويس في الفيلم ده خالص ولا حتى اي كونكتد معاه. بالعكس قعدت اشوف فيديوز كتيره لينكولن ده. طب يا جماعه فين الربط اللي ممكن نبقى الراجل ده هو جاب ايه بالظبط؟ في حاجات في الشكل اوكي تمام مش عارف ايه, لان انا كنت عارف لينكولن ده من الصور ما اعرفش شخص عمل ايه اصلا قبل ما اشوف الفيلم. طيب فما حبيتش دانيال لويس. والايقاع يعني انا والله في افلام عادي بتبقى فيها البيسنج بطيء عشان بس نسيت اب حاجه او بتاع, بس بجد هو طول الفيلم الست اللي هي كانت عماله مرات تخش قالت لي يعني ممكن خلاص مش عارف ايه لينك هقول لهم يروح المجلس انا عايزين نعمل يتخانقوا عايز اقوله ما يلحقش يتكلم ويعمل كده تروح خش عليه تاني عامل كده. وكان مش عارف في مين معاهم, كان في حد ما اندرو جارفيلد باين ولا جوزيف جورد, في حد كان في الفيلم ده شاب كده مش فاكر مين عامل الدور ابنه. كان مين كان حد كده اندرو جارفيلد كان في الفيلم كان يعني. جوزيف جوردن ليفيت كان جوزيف جورد يخش عليه مش عامل كده ولا ده طول الفيلم كده بجد 3 ساعات احنا بنعمل ايه عشان بجد ايه فيلم يعني انا ما عنديش مشكله في الافلام الحواريه والاكسبوزيشن, بس بص طبعا لو ما اعرفش هنخش في المقارنه دي ولا, بس بص سوشيال نتورك اوبنهايمر في افلام فيها حاجات حواريه كتيره, مالكوم اكس في حاجات فيها سبيتشز كتيره وخطابات كتيره ومش ممله كده, ممل بطريقه والله اول فيلم لا ابقى بشغله على اللابتوب كان ساعتها بقى مش لابتوب هو كل ده لما كنت سالتك كنت هتقوله 2012 كنت هتفضل عايش بيه كنت مش لابتوب بشغله على كمبيوتر كمبيوتر بقى على ستاند وقاعد نورت النور وسامع وبقوم وارجع وابص في السب تايتلز يمكن في حاجه انا مش فاهمها يعني واكسنت تقيله اقول الاكسنت دي في الشخصيه بس ممل فيلم وايه لما كسب وانا طبعا ساعتها عمال اقول ايه انا اللي حمار طبعا شخصيه وامريكيه ودانيال دي لويس اكيد طبعا ده انا اللي مش فاهم حاجه هبقى اشوفه بعدين ولا شفته ولا قربت له ولما اشوف مشاهد منه على يوتيوب ولا تويتر ما بكملهاش. انا مختلف معك تماما في كل الكلام ده ما عدا في حاجه واحده بس كل الامور اللي تخص عيلته كليشيه قوي واللي هو انت كان ممكن في اخر الفيلم تكتبهم لنا في سطرين ثلاثه وخلاص, ان هو فقد ابنه وهو صغير وان ده عمل شرخ في علاقته بمراته وقعدوا صرخوا في بعض وصوتوا في بعض والكلام ده كله, وابنه عاوز يحارب وهو مش عاوزه يحارب والموال ده فضلنا فيها كتير مش كتير قوي اللي هو كتير. ودي كليشيهيه قوي بس الصراع السياسي يا ريس الطريقه او دي قصه لينكولن الحقيقيه دي قصه لينكولن الحقيقيه على فوت معين اللي هو القانون اللي اتعملت في الفيلم ازاي العبوديه اتعمل حلو جدا اتعمل بتاكيد على ان لينكولن شخصيا كان شخصيه متلعبه ولعب عليهم دي حاجه انا اتخضيت منها قوي ان هو ايه ده ما طلعش انا كنت فاكره ملاك وبتاع ولعب على الكلام ان السيمانتكس بتاعه اللي انت بتقوله تعني حاجتين فانا ممكن اعمل معرفش مين لان لينكولن اونست ايب هو اصلا معروف عنه عمره ما بيكذب طب هو ازاي ما بيكذبش ومع ذلك مخادع في نفس الوقت عشان يوصل للاهداف بتاعته والسبورتنج كاركترز اللي كانت حواليه تومي لي جونز دي كانت مراته كانت واحده سالي فيل سالي فيل كان حواليه كاست من الناس اللي بتلعب سياسه في الفيلم كانت حلوه قوي سالي فيل كانت حلوه انا تومي لي جونز وبعدين الفيلم دوت فيه واحده من اعظم الانسلتس اللي سمعتها في حياتي لما في الفوت تومي لي جونز قال له يور مور ريبتايل ذان ا مان يور سو لو اند فلات ا هيومن فوت از انكيبل اوف كراشنج يو
اوه مش فاكرها دي بس لا لا الحوار بتاع الفيلم عظيم. هو فيلم حواري زي ما انت بتقول. الناس اغلب الوقت عماله تتكلم, اللي بيحصل قليل جدا, حتى وهما بيتكلموا تقريبا قاعدين نفس القعده ما بيقوموش من مكانهم. بس لا الحوار السكريبت من اعظم ما يمكن, يعني انصحك تدي له فرصه. ولما تيجي المشاهد بتاعته مره من الفيلم اول ما نزل, ولما تيجي مشاهده مع مراته ولا بتاعه ولا كلام زي ده بقى جريها يعني. انا ما عنديش اي حاجه للفيلمين دول بصراحه. الفيلمين دول من الافلام اللي احنا بنعمل التصويت, انا ما كنتش عايز اكمله بس ما علينا. اوكي ام جود. فانا تمام, انتوا تعملوا الديسيجن. عايز تروح مع لينكن كده كده هي ما اظنش ان هو هيكمل قدام. لو عايز تروح مع اي تانيه عشان ريبريزنتيشن فمش عارف اقول لك. لا انا مش هروح مع اي تانيه عشان ريبريزنتيشن. اي تانيه فيلم ابسط بكتير, حلو بس ابسط بكتير. كان شوكيس لمارجا روبي يمكن الشوكيسنج الوحيد نسينا صحيح, بس هو فيلم وحش قوي. واحنا بنعمل بتاع البلوند بس هو فيلم وحش قوي. بس انا حاولتش. ايوه بس يعني نسينا صحيح. ايوه وحش قوي. ده افضل دور لمارجو روبي في تقديري الشخصي. يمكن هو اكتر حاجه في الدنيا بترعش فيه تمثيل بجد. وبرضو للتاريخ يعني انا مش مقتنع بمارجو روبي اساسا. اوكي ماشي. ومش شايف انها ممثله جامده, وحاسس انها بتاخد اغلب الاوبورتيونيتيز ديت لانها فئه عمريه وشكل واستعداد للتضحيات السينمائيه اكتر من كل قرينتها. وهو اصلا الماركت كله على بعضه تقريبا دلوقتي في الفئه ديت ما عادش فيه غير مارجو روبي انا دي ارماس وارجب لي ما عادش في حد تاني خلاص. فكان في حد بس هرب مني, اليزابيث اولسن ممكن, بس يعني ما البروفايل بتاع لا بس هو فعلا انا دي اقول الاثنين زي الجرجير كده. فانا ما بكرهش اي تونيا, انا بحبه وبحترمه وبقدر اللي اتعمل فيه بس ده قدام ده. لا ماشي قدام انا والله ده قدام ده انا هقول لك فعلا نخرج اي تونيا. صعب شويه يعني دي في حاجات ماشي انا معاك للسيجنيفيكنس يعني. وهو غالبا فعلا مش هيعيش معنا كتير يعني. يعني بيوتيفول ا بيوتيفول مايند وستيف جوبز عيني فدي. مين بقاله كتير ما بداش الكلام؟ انا ممكن اتكلم على فيلم ستيف جوبز ا بيوتيفول مايند. ستيف جوبز طبعا الفيلم مش المهزلة اللي حصلت قبلها. لا مش جوبز. ستيف جوبز بتاع داني بويل. داني بويل. اخراج داني بويل. A Beautiful Mind. سكرين بلاي باي أرون سوركن. ماشي ثانية بس. A Beautiful Mind. اسمه ايه الراجل بتاعه؟ مش باتلر التاني. راسل كرو. راسل كرو. بجد ما عجبنيش خالص في الفيلم بتاع A Beautiful Mind, مع ان هو واحد من الحاجات اللي انت لما تفتكر راسل كرو في Beautiful Mind. راسل كرو لما تفتكر راسل كرو في عمل من اعماله, this is one of the defining roles بالنسبه لي. ما كلكش معايا خالص, وما دخلتش جوه الفيلم, وما تعمقتش معاه في كل حاجه زي ما تعلقت مع ستيف جوبز. ربما ستيف جوبز عشان بيحكي القصه الاقرب لقلبي, عشان اما الايفون يوزر اكيد, وانا واحد من الناس اللي بيحب القصه بتاعه ستيف جوبز. فانا المفروض ان انا افوت. لا مش هتفوت. مش ده اللي انت ايفون مش ده اللي انا قصدي ان القصه بتاعه ستيف جوبز مهمة أكتر, زي ما كنا بنصادفها من شوية. كمان الأهمية بتاعت القصة كان واحد من التصنيفات عشان نعمل الليستة دي. تمام. فيلم Beautiful Mind بجد من الأفلام اللي الواحد مرجعش يتفرج عليها أكتر من مرة. ربما يكون من الأفلام دي اللي ما نجحش في السباق بتاع الزمن. الواحد ما تعلقش في إيه بتبصلي ليه؟ لا ممكن ما يكونش ما نجحش في سباق الزمن معاك, بس مع كل الناس لا. بجد ده فيلم يا نهار اسود, فيلم من 2001 وفي شباب عندهم 13 14 سنه بيستخدموه كامثله لغايه دلوقتي, ناس مبهوره بيه. اوكي كلمني عليه زياده, لان بجد الفيلم ده ما كلكش معايا في باي شكل من الاشكال. بيوتيفول مايند ليه كالتشرال سيجنيفيكانس ممكن تكون جت بوستد شويتين, بان الناس دايما بعد ما كانت بتشوف اسف على الازعاج كانت بتسمع ان دي تريكه اتعملت في الاساس في بيوتيفول مايند, وكانوا بيروحوا يبصوا عليها. في ناس كتير بتعجب بيوتيفول مايند من منظور البلوت تويست, لان في ناس كتير ما كانتش فاهمه الموضوع بتاع الخيالات من الحقيقه لغايه نص الفيلم تقريبا, لغايه لما تم الكشف عن الموضوع. استعراض العبقريه حاجه فوق شويتين. برضو ممكن ارجب لي نلمس بعض التاثر في اوبنهايمر بالحته دي معاه, ان هو العالم اللي شايف عند نفسه تميز, هو مش شبه الباقيين, هو ممكن يكون بيعمل حاجه تانية, عدائي شويه في الدفاع عن نفسه. والفيلمين فيهم اينشتاين. هنا اينشتاين ما ظهرش, بس هو قالك ان انا بتاثر بيه وشغال معاه وكلام زي ده. والطريقه اللي وصل بيها للفورمولا بتاعته ممكن بقى نقربها شويه من ذا ايميتيشن جيم, هو باصحابه بالفريق بتاعه اللي هو كان ايليان في وسطهم, هو مش شبههم قوي. وبعد كده الدانس اللي كانوا فيها اللي كانوا بيحاولوا يفكوه. لا انا تصدقوا ان المشهد ده تقريبا موجود في الفيلمين.
في ذا ايميتيشن جيم الحته اللي جات له بيها الفكره اللي كانوا في بار كانوا في بار او كانت خطيبته كيرا نايتلي وبعد كده جات له الفكره بتاع طريقه المفاوضات انك لو عاوز تخرج مع بنت ما تروحش لاجمل بنت موجوده روح لتاني اجمل بنت موجوده لان الكومبيتيشن عليها هتبقى قليله. نفس الموضوع دوت كان في A Beautiful Mind لما كان في هو مين فيهم اللي كان لا تاني اجمل بنت ده Beautiful Mind A Beautiful Mind هو اللي كان ده اجمل بنت لا yes. Imitation Game ده Imitation انا نسيت Game كان في صاحبته اللي صاحبه كان بيحاول يهيت عليها معلش الافكار مش منظمه شويه بس حاجه ده اللي صاحبه كان بيحاول يهيت عليها وبعد كده قالت له احنا بنتواصل من خلال الرسائل ودايما بيستخدم كلمه معينه أيوة أيوة, ايوه 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 المشهدين يا جماعه تقريبا ايدنتيكال أيوة. انا ما ربطتش دي لا بس انا فاكر حوار تاني اجمل بنت ده بس انا برضو yes. رحت افتكرت ان هو Imitation Game almost identical شله صحاب شله صحاب alien alien معلومه بتيجي من خلال بنت معلومه بتيجي من خلال بنت كل دي حاجات حلوه قوي يعني انا افتكرت الاحساس في الاثنين اللي هي لحظه السبارك بتاع الفكره اللي جت اللي قلبت الدنيا بعدها وبتاع انا ما بحبش النص الثاني بتاع Beautiful Mind خالص قعدنا بقى نهري وننكت في انه كل شويه يبقى كويس وبعدين يلابس يبقى كويس وبعدين يلابس يبقى كويس وبعدين يلابس حاسس ان هو فصل واحد اتعدي 7 مرات والتريك بتاعه انه ده illusions ولا هو بجد متراقب وهو بجد ده لما اتكشفت اول مره او لما انت تلقطها فلما بتحصل تاني انا ببقى تمام خلاص انا شفت نفس ردود افعاله وشفت نفس البتاع فمبقاش فيه حاجه يعني جديده بس انا بس عايزك يعني بس كمله انا بالنسبه لي كفيلم Beautiful Mind بجد انا ما افتكرش ان انا اتفرجت عليه اكتر من مرتين في حياتي في جمله اللي هي اسمها ايه signified petrified horrified horrified by you بتاعه بيلعبوا تشيكرز مش بيلعبوا تشيس لا في لا في انا لما بعد عنه ومسك الكرافته كده وانا كنت بحب بصراحه انا عاجبني انت بتقول ما عجبكش قال لي واتس رونج ناش ار يو افريد ام terrified mortified petrified by you انا تمثيله بصراحه لا ما الموضوع التعليق السلبي على التمثيل ده مش عادي غريب it's not the Russell Crowe movie for me nothing personal يعني. اوكي بس بالنسبه لي اوكي هو الموضوع كله هيكون preference بالنسبه لي انا بس وبالنسبه لي انا بس انا شخص يعشق افلام داني بويل انا بعشق افلام داني بويل بعشق الستايل بتاعه بعشق الطريقه اللي هو بيحكي بيها كل الافلام مش حاسس هوفر ان ده فيلم داني بويل قوي وده فيلم ارون سورك أمين لا ستيف جوبز حولك ليه بس كان لو انت هتكلم من ناحيه المعالجه بتاعه قصه ستيف جوبز فحاولوا يعالجوها قبل كده في الفيلم بتاع اتشن كوشر جوبز. هي قصده ان دي مش حاجه نقيس عليها يعني اصلا عشان هي حاجه جوبز الاولاني ده مش في البلاله يعني انا بس طب كمل انا اسف كمل. لا انا بكلم من ناحيه الستايل من ناحيه الحب لطريقه سرد القصه بتاعت ستيف جوبز ان هي تكون متقسمه على الثلاث ايفنتات ولا الكام ايفنت التركيز على الناس التانيين الكاركترات التانيين اللي كانوا مهمه في حياه ستيف جوبز دخول وازنياك دخول البنت وازاي بنته كان ليها تاثير عامه في حياته في القصه بتاعته ازاي داني بويل عالج الموضوع ده وازاي برضو الستايل بتاع داني بويل في النقل بين حدث في حدث في حدث بالستايل الايديتنج بتاع داني بويل اللي بيخلي فيلم ممل زي ستيف جوبز فيلم جدا جامد يعني فيلم حواري جدا برضه بالظبط اللي يخلي فيه حاجات كتيره ممله في القصه بتاعه ستيف جوبز لا بس برضه الفيلم جامد ثرو اند ثرو من البدايه لحد النهايه مفيش ولا لحظه انت فعلا مليت من انا في السكريبت الصياعه كانت بالنسبه لي ان احنا اكننا حاطين كاميرا في الاوضه اللي هو بيريح فيها وبننط بالزمن فاحنا ما بنشوفش التقديمات والحاجات احنا بجد كلوكيشن هو فعلا يعبر عن حياته الشخصيه واللي هو ورا كل الشغل بتاعه وبتاع وفي نفس الوقت بنشوف الناس اللي مره يخش له مين يتكلم معاه تعرف من الحوار حوار ذكي جدا ان انا عارف حاجات من غير ما يبقى فيه خد 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 ففيلم جميل يعني بس يعني متهيألي انا صراحه بحب بيوتي في المان جدا جدا بس انا يعني لو هختار ستيف جوبز وانا لو هختار ستيف جوبز ستيف جوبز ريس ستيف جوبز في حته النارتيف ديت يعني عاده الناس بتروح مستخدمه الحدث ده عشان يبقى نقطه انطلاق لفلاش باكس وفلاش فوروردز منه فنبتدي نحكي الحكايه زي ما حصل في اوبنهايمر وزي ما حصل في ذا سوشيال نتورك لا ده ما فيش ده هو حطك في الحدث وما خرجتش منه بالظبط انت بتتشك تشك حلو الكلام بوهيميان رابسودي يقابل فيرست مان طب ما نطلع الاثنين ونرجع ايتونيا عشان الريبرزنتيشن انا بكل حاجه انا مش فارق معايا واحد من الاثنين والاثنين في نفس السنه يا نهار فضيحه يا سلام الاثنين في 2018
انا بصراحه مش فارق معايا حد من الاثنين يعني مش فارق معايا لانه كده كده الاثنين لما يلعبوا دي نحط بيمير رابس دي بس الاغاني فور ده بس ما مش اغاني الفيلم اصلا اي ما طب هتعمل ايه هتحط فيرست مان انا صراحه لو فيرست مان اتقدم انا اتضايق جدا ده جدا بص هو بس فكره اتس ا باد موفي انه كوين ايكونيك اكتر والمزيكا ايكونيك اكتر وفي حاجات يعني احنا كان في مره كان في حاجه هنا مش فاكر كانت ايه كان الفيلم ايكونيك فده اللي شايل مش فاكر كانت ايه واحنا حاجه خرجناها كسبنا الثانيه برضه لكن فيرست مان اه طبعا سيجنيفيكانس وبتاع بس مقارنه ببوهيميان يعني وكده كده معلش اي حد من هيخرج قدام ستيف جوبز فانا وانا خلاص اعمل اللي انت عاوزه اوكي ارمي الفيلم اللي من اخراج ديمين شازيل خلاص وده عمل بعده انت شفت بابلون انا شفت شفت حته اللي في الاخر اللي قاعد يجري بيها في الافلام حتى فيلم افاتار حتى ده ميتريك خدت بالك في الاخر ان في ناس خدوا نفس الميوزك ديت وعملوا عليها مونتاج تاني ونزلوه على تيك توك كلهم احسن منه انا مش عارف ايه ده ازاي اصلا تحط ميتريكس وافاتار وحط حاجه تالتة برضو مش عارف عيب قوي يعني مش عارف ايه كنت بقول كنت بتناقش مع شوقي في الموضوع طبعا سمعت قبل كده عن ناس بيجي يقفل الفيلم في اخر خمس دقايق ما بيعرفش ده بيحاول يقفل الفيلم بقاله ساعه ونص مش عارف لا بس المشهد بتاع في بابلون بتاع لما كانوا بيعيدوا بتاع لما دخلوا الصوت لما كانوا بيصوروا الفايت سين اللي هو بطل براد بيت لا مش لا المشهد لما كانوا الصوت بيعيدوا الصوت لما كان الجدع اللي في البوت بيموت ويتكلم في الاخر الراجل من الحر مات وانا بصراحه المشهد ده عجبني عظيم والمشهد والمشهد بتاع براد بيت اللي بقول لك عليه بتاع المشهد لما راح يجيب الكاميرا ورجع لما راح جاب الكاميرا ورجع ده برضو جامد فهو في وحدات مشاهد كويسه أيوة. على بعض بس هو فيلم ايه بقى اوكي كده وصلنا للكورتر فاينل جميل الكورتر فاينل اول ماتش فيه ذا سوشيال نتورك يقابل مالكوم اكس اوكي طيب مالكوم اكس اخر فيلم لينا في سنه اولها مش اتنين هو الوحيد اللي كان موجود في الليسته دي اللي كان بس الليسته ال 35 كان فيها كان فيها شويه بس ما عاشوش معانا يعني. طيب تعالى بس نخرج بره سكوب الفيلمين ونتكلم على سيجنيفيكانس الشخصيتين او مش سيجنيفيكانس الشخصيتين مين حدوته الاسهل للمخرج انها تتحكي على حسب المخرج ماشي بس لو انت مخرج مين حدوته اسهل انها تتحكي مش اسهل هتعرف تفرض عضلاتك بس تفرض هتسهل يعني هتبقى التولز بتاعتك اكتر الاليمنتس اللي تلعب بيها اكتر ما برضه ده يعتمد على ما اعتقد اللي انا فاهمه اللي انا فاهمه الحته اللي انت جاي منها ان مالكوم اكس هيكون قصته اسهل عشان تتحكي اه عشان ماشي بس ده برضه هيعتمد على ازاي انت بيعبر بالنسبه لك ايه القصه بتاعت مالكوم اكس ان انت ممكن تقول ان شخصيه مارك زاكربيرج شخصيه كومبلكس اكتر عليه علامات استفهام كتيره مبهمه مش بس فاهم بس مش ملهمه الحاجه ولا أوكي. هي انا معاك ماشي بس مالكوم اكس ما انت برضه لو هتدخل جوه النيوانسز بتاعته او الحتت التفاصيل الصغيره جوه القصه بتاعته راح السجن دخل الاسلام هل هو كان راديكالي فعلا ولا هو ما كانش راديكالي الخناقه اللي بينه وبين الـ 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 الناس اللي كانوا بيهاجموه كل شويه وهكذا فالاوردينيشن اوف اسلام والكلام ده فاللي هو انت لو عايز تخلي فيه حاجات يطلع منها قصص كتيره عميقه من قصه مالكوم اكس هتاخدها بس انت برضو ممكن تاخد قصه مالكوم اكس قصه بيسك جدا شخص حصل له تحول بقى فجر دي مهمه حصل له تحول ده ما حصلوش حاجه اه ده ما حصلوش انا بس حاسس انه على قد انا معاك في نقطه مالكو انا معاك والله وفعلا هي ممكن كانت تتاخد بطريقه بيزك جدا بس السوشيال نتورك انا في لحظه وانا بتفرج لا وغير انا بحب ديفيد شيرل بس جيت في لحظه مع ان انا عارف ان خلاص ده فيسبوك اتعمل وبتفرج على الفيلم حسيت في لحظه انه الميتنج ده هيخلص ان هو هيضطر من كتر ما انا حاسس بالستيكس انا لغايه لما شفت الفيلم كنتش اعرف حكايه الديسبيوت او الخلاف القانوني اللي حصل مع في الاساس التوأمين دول. مع التوأمين ومع واردو مع ادواردو سافرين والكلام دوت ما كنتش اعرف ان الحوارات دي كلها حصلت انا بالنسبه لي الفيلم كان انفورماتيف كان اعلامي يعني عرفني حاجات ما كنتش اعرفها مالكوم اكس فيلم مرهق في مشاهدته انا ما بستريحش طويل بالنسبه لك ده طويل والمحطات الكتيره اللي عدى بيها وما تبقاش عارف
احنا مين المحطات اللي مهمه قوي بالنسبه لسبايك لي فهيقضي فيها وقت اطول من التاني. والواحد لازم يعترف صراحه, لازم اعترف من الناحيه دي ان كتير من الافلام بتاعه سبايك لي, وانا ساعات ما بيكونش عندي مشكله مع الموضوع, بتكون محاضره على انها اكتر من صحيح. من فيلم صحيح. واظن سبايك لي برضو يعترف بالموضوع ده, انا ما بتريقش احل سبايك لي غير مؤخرا. انا في الاول كان عندي مشكله معاه ان هو دايما راجل طالع يفرض وجهه نظره في كل حاجه في الدنيا, بس في اوقات صراحه يعني في بلاك كلانزمان انا عجبني الدرس اللي هو عمال يعني انا برنس بلاك عمال يدي درس. لا لا انا احترمته في بلاك كلانزمان وذا فايف بلودز الاثنين. هو ما تخلاش عن دور المحاضر, بس انا عجبني اللي انت بتعمله لان كان فيه ستايل اكتر. انا تيم انا في الحرب دي مع كامل احترامي لمالكوم اكس, كامل احترامي لدنزل واشنطن, ممكن يكون اقوى اداء على الترابيزه ما بين دول كلهم. لا انا تيم ذا سوشيال نتورك. ذا سوشيال نتورك ما فيهوش انا فيهوش لحظه ملل, ومن الافلام اللي تكتشف فيها كتير مع المشاهدات المتتاليه. يا ترى لوحدك بس ان تعرف الايستر ايج ان ارمي هامر هو عامل دور التأمين. انا فاكر دي لما عرفتها زمان كنت امبارح. ايوه عرفتها. جميل التكوين. هو عمل لعبه غريبه قوي في الموضوع ان هو جاب ممثل تاني علشان يعمل الفرق في الجسم, وركب وش أرمي هامر على التاني بالكمبيوتر, وفي مشهد باينه قوي المشهد بتاعه. ياس خش انا فاكر بس من ظهره وبيروح. والتاني الممثل ده وقت كان موجود في الماركتنج كامبين. شوتس اصلا كتير الاتنين واقفين جنب بعض. انا فاكر هما بيقدفوا بس في كام شوت ليهم كده وحاجه ممكن تقريبا المشهد جنب بعض كامل بينتراكتوا مع بعض. المشهد بعد اول ما بيعرفوا ان هو راح عمل ايوه صح, بيخشوا في اوضه كده لوحدهم يتكلموا. امبارح كان الكود كانت عماله ترن في ودني طول ما انا جاي, مش فاكر الارقام بجد, بس لما كان بيقوله هنعمل ايه يعني نجيب ناس تضربه, فقال له وي دونت هاف تو دو ذات, فالتاني افتكر وعقل يعني, فقال له ام 6 2 1 ما اعرفش مين اندرستو. ماشي. سوشيال نتورك جميل. سوشيال نتورك تقدم لنصف النهائي عشان يقابل الفائز من اوبنهايمر والفيس. الفيلمين دول ممكن يتشاركوا في صفة معينة انهم بمجرد صدورهم حسينا ان جائزة الاوسكار لافضل ممثل اتحسمت. احتمال على اخر السنة اوبنهايمر يقابل نفس مصير الفيس. يعني على كيلينج والفلاور ده ممكن, على نابليون ممكن. صح نابليون. يا طب دي فين نابليون؟ ايوه صح. اوبنهايمر والفيس. صعب قوي ان الفيس يقف وش اوبنهايمر. عشان عارف لو إلفيس نصه التاني كان كمل زي نصه الاولاني كنت اقول لك لا تعالى نتكلم هنا وبتاع. بس انا تاني بحس دايما إلفيس ده نص فيلم يعني. انا هشوفه تاني بجد انا حاجي في النص حوصل نقطه معينه هقفل. انا عندي افلام كتير كده عندي فيها نقطه النهايه انا عارفها لازم هوصل لها وهقفل. دروك. لا مش دروك سوري, كون اير يعني حته سويت هوم الاباما. اول لما بياخدوا الطياره وبيطلعوا في السماء والجدع المعذور بيجري في البتاع وهم بيرجعوا يرقصوا والعربيه السبورت كار مربوطه في الطياره وبعدين بتفك وتنزل تكسر قدامه. دي بالنسبه لنهايه الفيلم. كل ده مهي ده حته لسه في ماشي. بالنسبه لك فيجاس كلها بالنسبه لي ملهاش معنى, ما بحبش اتفرج عليه. والفيس نفس الموضوع. الفيس انا النص الاولاني بس. عارف غريب ان لا لا والنص الطريقه السيمتريه بانتجاز ما انت مش متخيل. عارف الحته اللي فيها البريك في السينما هي دي. انا فاهم. والحاجه الغريبه او الشاعريه هنا لو هستخدم الكلمه دي ان فيلم الفيس انت ما يكونش عندك مشكله معاه ان انت ما تقدرش تكمله, بس فيلم اوبنهايمر ال 3 اور ايبك انت مستعد تكمله عادي من غير اي مشكله. سيرتنلي. لا لا يحضرني اني لو مثلا بتفرج عليه وفي ايدي ريموت كنترول ممكن حته اجريها. لكن إلفيس في نصه هقفله, مش هجريه بس هقفله. انا تيم اوبنهايمر عامه. انا تيم اوبنهايمر. الوداع يا الفوسي. مين ومين هنا؟ ذا وولف اوف وول ستريت ولينكولن. فيلم حلو تتفرج عليه مليون مره, وفيلم ما تشوفوش غير في العمر مره. فيلم تقعد تجيب مشاهد منه وتقول ايه ده وبتاع, وتبقى تروح عايز تعرف مين جوردن بلفورد ده وتقرا عنه اكتر وتشوف له حاجات عن الراجل النصاب وبتاع. لسه شغال لحد دلوقتي جوردن بلفورد. وبينصب لغايه دلوقتي. دخل في الهايب بتاع الان اف تيز والهايب بتاع وتحب الشخص فراب. تحب الراجل ده وبيعمل ايه وطب في حياته طب ايه يا جماعه تاني ما حطيتوش في الفيلم عن واحد تاني يا حاج اقعد في حته بقى وخلاص وبتاع. هلا لو ايه اللي في سيت لك ثانيه السؤال بس سؤال بس عشان بس ان انترتين الفيلم بتاع لينكولن. في حاجه موجوده في دماغي. لو احنا كنا امريكان كنا نحب فيلم لينكولن زياده خالص.
يعني لينكد ده يعتبر مين عند سعد زغلول مثلا؟ يعني سعد زغلول او ابو هشيم او سعد زغلول مثلا لو في بايو على سعد زغلول بلاش ابو هشيم احمد عز. انا قلت نصاب بقول احمد عز بتاع حديد عز. لو انا بشوف بايو بيك عن احمد عز بتاع حديد عز وبايو بيك عن سعد زغلول خلاص سيبك من مين هيعمل الادوار، ايه الانترتيننج اكتر اللي هو يا ابن الحراميه يعني ده سلعوه اوف وول ستريت الريان anyway. سلعوه في جامعه الدول مثلا او حاجه سلعوه ده وولف اوف وول ستريت هيموف اون. اه بس انا بحب لينكولن جدا 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 واغلب الاهانات اللي انتوا قلتوها ديت ورغم انها مضحكه بس انا مش قابلها بس فاين. جميل بيوتيفول هي رايد وولف اوف وول ستريت ستيف جوبز وبوهيمين رابسودي خلصانه خلصانه اه خلصانه مش محتاجه مش محتاجه مان وصلنا لتوب فور توب فور دول جامد توب فور انا حاسس ده سيمي فاينل اعتقد 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 يا سؤال ساذج بس هساله فيلمكم لسه موجود انا فيلمي لسه موجود اه انا فيلمي لسه موجود وانا فيلمي لسه موجود حلو الكلام اول سيمي فاينل ذا سوشيال نتورك واوبنهايمر اوبنهايمر اللي احنا جايين القعده دي كلها عشان هو اللي لممنا اللمه دي اساسا يعني مقابل ذا سوشيال نتورك ذا سوشيال نتورك ديفيد فينشر اتصور ان السكرين بلاي ارون سوركن وستيف زيليان ما اظنش ان انا عارف ان ارون اثنين الاثنين كاتبينه مش واحد طيب خلينا بس نحط حاجه كلنا اجمعنا عليها وهنا كريستوفر نولان معاه بالشريط بصوته انه كده كده احنا اجمعنا على الكلام ده في الاول خالص ان اوبنهايمر في حاجات في الستوري تيلينج متاخده او شبه بتاكو ده سوشيال نتورك ده اكتر من كده كمان ده لولا ده سوشيال نتورك كانت في حاجات كتير هتقع مني في اوبنهايمر اعتراف ده سوشيال نتورك اول ثلاث مرات شفته فيهم ما كنتش اعرف ان المساءله اللي بيقعدوا فيها على الترابيزه دي اتنين مش واحده ايه ده هما اتنين مش واحده البركه دول لا انا عارف ان هما كانوا لا في القعده اللي مع اندرو جارفيلد وفي القعده مع التوينز اه والفكره ان دول بيجوا شهود في دي ايوه لا ماشي ايوه صح بقول لك اول ثلاث مرات شفتها ما كنتش فاهم انا كنت فاكر ان هي قعده واحده لما فهمت ده لما جيت اتفرج على اوبنهايمر ما اتزولتش بقى المزاوله دي خلاص بقيت فاهم اوبنهايمر هي قعده هو هو بيسالوه هو كلها فيها دي في الاخر لكن في الاول بيسالوه كل اللي بيسالوه كل الشهود انا خرجت من السينما سالت ناس ما كانوش مجمعين ده ما كانوش فاهمين ان كل ده قعده واحده يعني لا طبعا انه هو تحقيق واحد ومش فاهمين ليه يعني اصلا ليه؟ وخلي بالك دي في الفيلم مفقوده شويه يعني اللي بتاعت القعده يمكن تكون بس معلش اللي بتاعت ستراوس ما اتقالتش غير مره واحده بس دي مشكله اقول لك دي مشكله برضو من المشاكل الكبيره بتاعت اوبنهايمر لان اوبنهايمر وانا اضمن ان دي من المشاكل رقم واحد لاي حد اتفرج على الفيلم ده ان انت لو مش فاهم ولو شويه سياسه امريكيه الفيلم ثلاث ارباعه هنا ثلاث ارباعه هنا يعني هنتكلم على هو الفيلم زائد 16 سنه حلو الشاب المصري العادي او الشاب المصري الشاب العربي العادي اللي عنده 16 سنه اللي سامع عن الهايب بتاع اوبنهايمر يعني إيه ان الوزير بيترشح من الرئيس وان لازم الكونجرس وان دي مش هيكون عارف الكونجرس هم مجرد they need to deny مش يثبتوا ان فلان بوظ كذا او غلط في كذا بس ان هم فكره ان مشكوك في امر انه كذا فاستبعده او ما توافقلوش على دي انا البريذنج روم بتاع اكسبوزيشن اوبنهايمر او لما تتقال معلومه مفيش قوي لكن في سوشيال نتورك فجأة احنا اشترينا بيت يلا نط في حمام السباحة وبنات ايه ويخرج مع واحدة فانت تحس اوكي انا بستوعب تأثير اللي الفيسبوك اللي بيعمله ده على الناس وبعدين نخش في معلومة جديدة وبعدين نروح مش عارف ايه فنرجع موقف عادي شفنا افكت اوبنهايمر احنا كنا خد في خد في خد في خد في مين في الالف والخد في خد ده بالنسبة لي بتاع اوبنهايمر فيه منه سيت اب كتير 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 بس المشكلة في السيت اب الكتير اللي موجود في اوبنهايمر ان انت لو ما عندكش بعض من النولج في البداية كل السيت اب ده راح عليك على الفاضي ولا ليه اي لازمة اسباب ستراوس في حتة انه هو بجد حد خد منه السبوت لايت حد حرمه من كتير ستراوس كان هو نفسه عايز ياخد اللقطه ان انا انت عملت الاتوميك بومب طب انا هانليش الهيدروجين بومب وانا الحاجات دي اول مره انا مش فاهم ستراوس ده بيعمل كده ليه انت عشان بس جايبين روبرت داون جو يعني مش فاهم بقى ايه الفكره يعني لكن تاني مره كل الحاجات دي انا لا تمام سوشيال نتورك انا فاكر اول فيون اه في حاجات وقعت مني خدت بالي منها تاني مره وتالت مره بس اول مره كنت ايه ده يا ده فيسبوك ده وراح حوارات ده مش عارف ايه والفكره ان فيلم ده سوشيال نتورك بعيدا عن ان القصه بتاعته او
الحاجه المهمه بتاعه القصه دي كلنا بنستخدمها. سيبك من هم حدثين غيروا في تاريخ البشريه فعلا لحد ما يعني ايوه. انا فاكر التاج لاين اللي كانت موجوده على يو كان على ميك ا مليون فريندز وداوت ميك ا فيو انيميز. انت بس لو قريت السلوجان ده السيت اب ده كل السيت اب اللي انت محتاجه. مع ان ممثلين اوبنهايمر اجمد كل حد في هوليوود مثلا دراسه الشخصيات والديب دي لسه جايه في بالي دلوقتي. دراسه الشخصيات في السوشيال نتورك كومبرينسيف اكتر وفي لايرز اكتر في علاقاته بصراحه. المشهد بتاع اندرو جارفيلد في النهايه وهو بيزعق في جيسي أيوة. في اسمه ايه ده في يو بيتر لوير اب مادر فاكر بيكوز ام نوت كومينج فور 20% ام كومينج باك فور ايفريثينج. بس يعني عشان ده بس اتخمر في دماغنا قوي فاكرين كل الحاجات ديت. اوبنهايمر لسه فريش فبالعكس خلي بالك شويه في حته. بالعكس ده المفروض يدينا ريسنسي بايس زي ما كنا مع حاجات تانية. اوكي بس بالعكس سوشيال نتورك فايز ده بالعكس سوشيال نتورك معلي عليه. يعني بص انا اوبنهايمر في المرتين خارج عامل ايه الملحمه دي وايه الفيلم ده. بس بالعكس ده لو في ريسنسي بايس المفروض تبقى اصلا بايس تبقى ناحيه اوبنهايمر. طب هقول لك حاجه ثانيه اقول لكم حاجه من الكلام ده او جمله بس سريعا من الكلام ده. انا اصلا كده كده عامل حساب ان انا اروح اتفرج على اوبنهايمر تاني قبل ما يتشال اي ماكس دولبي كل حاجه ده هول شبانج. بس دلوقتي بس من كلامنا انا عايز اروح اتفرج على السوشيال نتورك تاني. بس السوشيال نتورك تاني بيجي في التلفزيون بتفرج عليه ما بجريش ولا بالظبط. وسؤالي لما الفيلم اوبنهايمر هو نزل اهو لما السوشيال نتورك نزل السينما انا شفتوش السينما شفته عادي لما نزل بعد كده. بس فاكرين لما الناس شافته كان معظم الناس كان ردود افعالهم ايه؟ انا حاسس ان الناس استوعبته اسهل واسرع وانتشر اكتر عن اوبنهايمر. وكان نازل في سنه كان فيسبوك ابتدى اصلا يبقى كمان لا هو نزل اول ما اتفرجنا عليه بس يا ريس الاوسكار خلص بعديه ما اعرفش كام اسبوع نزل انسبشن بعد كده كان يا ريس الاوسكار خلص وبعدين في الاوسكار نفسها لا ده جه سيرته ولا ده جه سيرته. السوشيال نتورك ودون ذات يا نايم ما هو وصل سيمي فاينل حلو اوبي خرافي يلعب ثالث ورابع حلو اوبي رائع. The Wolf of Wall Street يقابل ستيف جوبز. بص The Wolf of Wall Street مش احسن حاجه يعني The Wolf of Wall Street بالنسبه لي بيخلص بدري. هل ممكن نركز بعد ما بيتحط في الهاوس ارست؟ ماشي بالنسبه لي الفيلم خلص ما بكملش ورك بعد مشهد لما اوفر دوس على الكويل وودز. يس اوكي واليخت بلندن بخلالتها اللي ماتت بالمعرفش مين وبعدين بيرجع خلاص بقى يو هاف ذا تشيكن ويل كم باك تو روست ومعرفش ايه. انا بالنسبه لي الفيلم خلص في اللحظه. هل ملاحظين ان الثلاث افلام اللي وصلوا معانا للاخر عن شخصيات من الشخصيات اللي بانوا ان هو شخص مهم ولكنه انسان وحش او انسان نرجسي او انسان فيه مشاكل تروبلد انت هيرو يعني ويمكن يعني بص المنظر الشاعري برضو اللي على الترابيزه دلوقتي ان كان في اوبنهايمر في هذا المربع ولسه خارج دلوقتي حالا ويمكن هو الفيلم الوحيد اللي لما جه يتناول السبجكت ماتر بتاعه تحيز له اكتر من اللازم. بينما دول فشخوا اصحابهم بينوا الوحاشه اللي موجوده فيهم. بس احنا هنا وولف اوف وول ستريت ده سؤال مهم انه برضو لو كان لان انا حسيتها في السبيتش بتاعه لما كان بيتكلم انه احنا كنا رمينا القنبله دي على المانيا حسيت الحته دي. طبعا كان مشهد مهم وباين اللي هو فيه وبتاع بس برضه حسيت لان اوبنهايمر الحقيقي لما في لي فوتج بيقول كده تحس ان هو لا هو حابب اللي فيه كيليان ميرفي كان لا انا ايه اللي عملته ده وده تمام بس مش في الحته دي. حتى خليني في الحته دي يا ابني يا ابني الله ينور عليك يا شيخ والله. لكن حسيت انه طب ما انت مش في احلك لحظاته بتلاقي له اعذار. وهو تحس انه روح حاطط العذر لما ايميلي بلانت بتقول له انت عايز تعيط واحنا التيمه الكبيره اللي هو طب ما هو زي ما هو دي حاجه ما عجبتنيش في الجوكر. تعاطف معاه ده بيتضرب ده بيحصل ده مش عارف ايه يا جماعه. طب ما هو لازم امال هو طب فيلن في ايه؟ طيب او هو شرير كنت فين انت كنت فين انت كنت فين لما كانوا مقطعيني على الواحد ونص ماشي ما بنتكلمش على اوبنهايمر. ايوه احنا بنتكلم على وولف وول ستريت وبنتكلم على ستيف جوبز وعلى جوكر. ملوش دعوه الجوكر خالص. لا مش بايو فكرة خش انيويز ذا وولف وول ستريت وستيف جوبز مارتن سكورسيزي ضد داني بويل. احنا برضو بشكل ما طلعنا الاسامي الكبيره قوي يعني نولان كان على الترابيزه مع ديفيد فينشر مع داني بويل مع مارتن سكورسيزي. الناس في الاخر الموضوع كيل. وصل للناس اللي بتعمل افلام عدله مش بالضروره. ارون سوركن نزل معانا في فيلمين.
اوكي طيب خلينا نقول حاجه. اتفضل. في حاجه انا فاكر ما عجبتنيش في وولف اوف وول ستريت وانا ما بحبهاش في الـ في الـ في البايوبيكس بشكل عام، حتى لما اتعمل لدرجه لما اتعملت مره في مسلسل اسماعيل ياسين بتاع اشرف عبد الباقي ده اللي هو بص لدرجه ايه، ان اي حياه فجر فيها ابس اند داونز والابس اند داونز دي فيها حاجات بتبقى شبه بعض. فالصياعه هنا انك ما تخليش الداونز شبه بعض وما تخليش الابس شبه بعض، لان انا كده عملنا ايه، احنا طالعين نازلين طالعين نازلين طالعين. في فولف وول ستريت حتت ده بيضايقوا عليه، ده الضرايب مش عارف ايه، ده هيعملوا فيه ايه، لا خلاص احنا عملنا كذا ومش مهم تعرف ده اصلا، اوكي ويلا نلبسط مع بعض وبص هنعمل ايه بالفلوس ونتبسط، وبعدين نرجع الحق ده قفشوه ده البوليس مش عارف ايه، لا لا خلاص احنا لقينا حل وهنعمل مين وحن... اللي هو تمام. بس ما فيش في لحظه حسيت ان ده حد طلع هيل بنت لذينة عشان يبقى الاسم ده، بينما ستيف جوبز بطريقه غير مباشره كمان انا حسيت عشان الفيلم متقسم الستيجز دي، حسيت بالباتلز اللي بيخشها وبالستراجلز والمشاكل اللي بيقابلها وبيطلع باك اون توب ويفلس ويحصل له ايه واللي يقدمه ويرفضوه وده لا او ده وحش. وستيجي كانت عامله دور اسمها ايه، كان اسمها مين، كانت كيت بلانشيت صح، كيت بلانشيت ايوه كيت جوبز كيت وينسلت كيت وينسلت وبتعمل فيه وبتقول له ايه وبنته، ومع ذلك الراجل بيلاقي حل. انه انا ما لقيتش ده في يعني حسيت وولف وول ستريت رول الكوستر في الهواء وده قطر الظلام اللي هو احنا داخلين يا نهاري هنلاقي ايه جوه، انما هنا احنا قطر الفيلم لحد ما الفيلم خلص بصراحه. اوكي يعني ده اللي حسيته. طريقه جميله ان انت تبص ليها الفيلم ده، بس عامه انا شايف ان لو هتقول الطريقه دي كمان ناحيه ابس اند داونز لحياه الشخص في فيلم وولف وول ستريت، هو عرض لك ده في البدايه، مارتن سكورسيزي عرض لك ده في بدايه الفيلم البدايه كانت حلوه جدا بالظبط، علشان اظن ان ده كان نوع من انواع السيت اب اللي كان مارتن سكورسيزي عايز يعملها، اللي هو هندي لك سيت اب لحاجات كتيره والواد ده بعد كده هنوري الريس ابن لذينه بعد ما يعني الشخصيه بتاعت استمتعكم بالحته اللي في الاول لما كان بيركروت جونا هيل وبيضحك على الراجل في التليفون وبيعمل كده ومش استمتعكم بالفتره دي اللي هو بص بيعمل بايه بيعمل ايه اكتر، ولا لما بقى معاه فلوس وبيلوش دي حلوه ودي حلوه، بس استمتعكم كان باني ايه اكتر. هو هتكون دي في البدايه عشان ده كان السيت اب اللي احنا اللي انت بتتكلم عليه، بعدين بقى ده البي اوف السيت اب اللي احنا خدناه. انا بس استمتعت ان هو راجل ده في الاول قد ايه الراجل ده ذكي وصايع وعارف حاجه او هارش حاجه الناس مش فاكراها مش عارفاها، فعارف يعمل من الفسيخ شربات. الثانيه دي اون بيجر سكيل برضو وبيلعب لعب اكبر بكتير واخطر بكتير، بس في ناس وبقى فيه وناس معاه وشركات وبيحبوه وتعالى وعقلي لدرجة انه بقى يعبط بقى الداون هيل بتاعته هو الايجو بتاعه والفن بتاعه وكده. صح. انت تفضل اني مشهد، المشهد اللي هو كان قاعد مع صحابه في الداينر وهو اول مره يقول فيها بيعني القلم ده، ولا تفضل المشهد وهو قاعد في الشركه كان في التليفون؟ لا 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 قاعد في الشركه وبيزعق في الناس لما جاب المشهد بتاع الشركه. لا اللي هو ام نوت فاكينج ليفينج. لا انا المشهد بتاعه وهو بيتكلم في التليفون ده بالنسبه لي احسن مشهد. اكشلي حواره اول لما دخل الايجنسي ديت مع اسمه ايه ماثيو ماكوني، ما كانش ماثيو ماكوني، هي المخرج سبايك جونز ايه اللي كان لما دخل الايجنسي اللي بتشتغل بالبيني ستوك وقعد يشرح له ايوه انا بموت في المشهد وعمل اول بيع عليه بالتليفون بتاع لا ده انا بحبه اكتر، وبحب اللحظات بتاعه الجنان بتاعته بره الشركه اللي هو بناها، لكن حته الخطب الرنانه قوي والحماس ازاي ديت اكشلي برضو من الحاجات اللي بفصل منها وانا بتفرج ماليش فيها. فيلم انا ذا وولف اوف وول ستريت فيه شويه سيكونسز ما بحبهاش قوي، مش ومنها حاجات بلوريفايد بزياده، يعني مثلا الحوار بتاعه ماثيو ماكوناهي ما بحبوش ازاي مباشر قوي قوي قوي. ماثيو ماكوناهي بيقولوا الستوك بروكرز ما بيقولوش كده ما بيكلموش كده. يروح يتفرج على وول ستريت بتاع مايكل دوغلاس، روح يتفرج على ذا بويلر روم بتاع فين ديزل سبحان الله وبين أفلك. شفت ذا بويلر روم ده قبل كده؟ فين ديزل ده فيلم من اعجب ما يمكن. فين ديزل وبين أفلك وحد كده كان بيشتغل في التلفزيون وبطله فرانك جونيور بتاع فريندز. افاتار الراجل افاتار الاولاني الراجل الشرير ماشي الراجل الكوربريت مش عارف ازاي اسمه غاب عني شحروا لي بقى عشان ابو شعر ابيض. لا مش ابو شعر ابيض ابو شعر ابيض الكوربريت جاي
افاتار اه 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 اللي هو قال لك ده الانوبتينيوم اللي احنا عايزين ناخد اه, آه ماشي 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 ده هو بطل الفيلم اصلا هما الاثنين بين افلك وفين ديزل سبورتنج كاركترز فيلم حلو قوي فدول لما بيتكلموا بيخشوا جوه العالم بتحس انك غريب عليه وانك بتسمع منهم ماتيو ماكونهي حسيت ان هو جاي يبني كباري ما بيننا وما بين الشخصيه ما حبيتش ده قوي ما كانش بيتكلم اللغه الصح في تقدير الشخص ستيف جوبز انا ما عنديش انا ما فيش لقطه هجريها ما فيش مشهد هعمله كل حاجه في الدنيا هسمعها واركز فيها واقعد انا يا جماعه انا ادعي ان ايرون سوركن خلاني اتكلم احسن مش اتكلم انجليزي احسن اتكلم احسن كبني ادم اتكلم احسن الطريقه اللي بيستراكشر بيها الجمل اللي بيطرح بيها التساؤل تحس انه في كل مره لو عايز اطرح نفس التساؤل من فيلم لفيلم لازم يلاقي طريقه ثانيه هو دو اي سي اباوت ذات لما رجع الشركه وبيقول له ده اوف بوست لو كان محطوط في قوائم تانية كتيره يفوز كان من ناحيه فيلم ممتع كان من ناحيه فيلم ريواتشبل بشكل مش طبيعي هو الاكثر امتاعا طبعا النقط الكتيره اللي موجوده في الفيلم ايوه كلها ممتعه لوحدها وكلها وانت تتفرج عليها لوحدها في المشاهد اللي ممكن ما تعجبكش انت ممكن تشوفها اوفر شويتين او اخر نصايه من الفيلم كامل بعد المشهد بتاع انا دايما فصل الفول في افلام سكورسيزي ما بحبوش فصل ايه الفول السقوط لا بحبه في بالب فيكشن ولا بحبه في كاسينو ولا بحبه جود فيلس كويس انك لحقتني انا الحاجات دي بدوس عليها وبعدي والناس بقى بتعوم ورايا لا لا عادي هو عادي. هو بالب فيكشن اخراج مارتن سكورسيزي واحنا ما نعرفش ولا ايه فا يا الارجمنت اللي انت بتقوله ممتاز احنا في قايمه بايوبيك موفيز بالتحديد مش موفيز ان جنرال بيوتيفول ستيف جوبز ستيف جوبز ستيف جوبز صراع التكنولوجيا صراع التكنولوجيا الراجل اللي عمل الايفون والراجل اللي عمل في البيوغرافي بتاع ستيف جوبز مارك زوكربيرج بيلعب دور في عنده فصل كده الكتاب عنده هنا مش باين في الكادر للاسف بس من اجل لازم تجيبه طب انت واخد بالك الكتاب قد ايه انا خلصته بسرعه مش طبيعيه لا انا اجيبه من على الرف يعني هتجيبه انا فاكر خده اقراه كمان لو انت قريته لا مرتوش خدوا اقراه لو عندك وقت ماشي لا لا عظيم من امتع الحاجات اللي ممكن تقراها في الدنيا فصوله مع اسمه ايه دوت مع بيل جيتس فصول في بيكسار يا نهار اسود على جزء بتاع بيكسار في الحدوته ديت يا ستيف جوبز السوشيال نتورك ايرون سوركن كسب خلاص كده داخل بنفر يعني نفرين طيب داني بويل ضد ديفيد فينشر طيب كقوة إخراجية صراحة مع إن أنا شخص لسه معترف من شوية إن أنا بعشق داني بويل بس كقوة إخراجية ده سوشيال نتورك فيلم إخراجي خرافي يا جماعة المونتاج خرافي المونتاج بتاع هوت أور نوت بتاع النهار أبيض على أول حاجة عملها أول ما عمل خلاص وبعد كده هو بيستعرض كل الحتت اللي في الكامبس وهو عمال يتبقى ويسكت المزيكا ويشغل المزيكا ويقلبها على البيت طيب معلش كاونتر ارجمنت لستيف جوبز احنا عندنا ايه تقريبا الفيلم كله اربع مشاهد حواريه كبيره ثلاثه ولا اربعه انا متهيألي ثلاثه بس كان ما اظنش ان في الفيلم ده احنا بنشوف الشمس غير في مشهد واحد اللي هو لو بيطلع بره على الراس في الاخر في الباركينج لوت بس انا بتكلم انه صعوبه ان يبقى فيه عندنا شخصيتين في اوضه بيتكلموا اكسبوزيشن او مش سوري بيشرحوا حاجات بس فيها حاجات اكسبوزيشن وفيها حاجات خلاص خلصنا من الحوار بس صعوبته ان ده ما يبقاش ممل وصعوبته ان انا افضل مسرحشي ويفضل ايقاع معايا وبسمع الشخصيتين وتمام وبتاع من غير اي اليمنتس تانية من غير اي بهارات مش بهارات بس تريكس مش عيب انه طبعا ديفيد فينشر جامد انه طبعا انا بحبه جدا اصلا بس هنا في مش لاسز مور بس في صعوبه في السهوله الموضوع صعب جدا هل ممكن كنا نشوف تعالى نفليب الفورمات كده لو السوشيال نتورك قايم على بشوف مارك زوكربيرج في ميتينجز اجتماعات دي القضاء دي وبس قاعد مع المحامي مع حد وبالنط ما بين الميتينجز دي في لينير ستوري تيلينج كان هيبقى فيلم عامل ازاي مش هيبقى نفس الحاجة لأن القصة بتاعت ستيف جوبز ووجودها كان مربوطة بحدث معين وده اللي مخليها تنفع بس أنا أقدر حدث معين وجزء مهم في الـ DNA بتاع الشخصيتين ده إذا شو مان والراجل اللي هو بيقدم وده العكس تماما ده ويزل ده ما بيطلعش يتكلم أصلا مش من العدل بس حاسس إنه طب سؤال تاني إيه
ممكن تبقى التشالنجز اللي هنا الفيلم ده عارف انه يعديها والفيلم ده عارف انه يعديها. يعني حاجه انت كنت قبل ما تتفرج على الفيلم او حتى ما اتفرجت على الفيلم قلت يا ولاد الذين برافو عليكم عرفوا يطلعوا دي صح, عرفوا يبينوا دي صح, عرفوا يصوروا دي صح. عرفوا في السوشيال نتورك عرف يصمت يخلينا امبثايز ولو حته صغيره مع واحد زي مارك زاكربرج. خلينا نامبثايز مع الناس الكتيره اللي مارك زاكربرج عمل معاهم مشاكل كتيره. خلينا نفهم ان الشريك بتاعه اللي كان بيعمل دوره اندرو جارفيلد يحكي دوره من القصه, وناخد الاداه ده وناخد وجهه النظر دي ونتعرف على شخصيه. انا بتكلم دلوقتي من ناحيه الحاجات اللي انا طلعت بيها من الفيلم اللي هو انا ما كنتش واخد بالي من ده خالص. الشخصيه بتاعه شون مش عارف فاكر اسمه ايه اللي هو بتاع نابستر اللي هو دخل الشريك وطلع اندرو, شخصيه اندرو شون باركر ده يا لهوي مهمه جدا. وان الشخص شون باركر ده خلى جاستن تيمبرليك يمثل يا جدعان, وخلى جاستن تيمبرليك يمثل. فيعني بس ستيف جوبز على الجانب الاخر رسم السكرين بلاي بتاعه كله بشكل مسرحيه من ثلاث مشاهد وحط جواها كل الحكاوي اللي انت تعرفها واللي ما تعرفهاش عن ستيف جوبز, وانت ما حسيتش انها محشوره, حسيت انها طبيعيه. يعني ما حسيتش ان في مره زي ما يوسف كان بيقول ما فيش اكسبوزيشن مفروض عليك. السيره بتكم اب فبنحكي التاريخ زي ما يكون حوار عادي. خناقته هو وستيف ووزنياك يتهيألي في الفصل الثاني لما قعدوا يتخانقوا مع بعض عملوا اكسبوزيشن بنت كلب, وانت قاعد لو مش مركز مش هتحس انت عملك اكسبوزيشن من اصلا. الابل 2 حصل فيه ايه والماك حصل فيه ايه وال مفيش. الفيلم ده فيهوش فلاش باكس, مفيهوش فلاش باكس ولا خالص. يعني مش مثلا يفتكروا مشهد فتعلم او حتى نشوف, مفيهوش فلاش باكس خالص, كله قايم على الحوار فقط. فده اللي بالنسبه لي المبهر, ان ده مع ده انا ما زهقتش ولا لحظه, ما حسيتش في لحظه خلصونا ها وبعدين, يعني ما حسيتش ولا لحظه بده. مش بقول ان انا حسيت ده في السوشيال نتورك طبعا, بس انا السوشيال نتورك عشان انت مش هاني عليك ستيف جوبز, لا رحت وجيت وجيت وعملت يعني رحت كتير قوي في مليون حته, فدايما الطبق بتاعي مليان, دايما شايف بخلص بينزل لي حاجه, بخلص بينزل لي حاجه, فتمام هنخلص على ايه. فاكر بقول لك في لحظه حاسس انه هو فيسبوك ده اتقفل فعلا ولا يعني فاهم في لحظه الستيكس علي. هنا انا كنت اللي هو شاف حد بيطبخ قدامي وانا اللي هو ايوه مش عارف, عشان مستني في الاخر انا عارف الفيلم هيوصل لايه, بس تمام انا عايز اشوف شكل الوجبه دي وهي بتتعمل. مش عارف ايه تشبيهات الاكل اللي جاي معايا النهارده دي, بس دفاع جيد جدا لفيلم ستيف جوبز. بحب الاثنين, بس السوشيال نتورك هو درس, هو درس 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 مهم جدا, قصه في منتهى الاهميه من ناحيه حكايه القصه من شخص زي ديفيد فينشر, ماستر كلاس. من ناحيه زي ما قلنا ايرون سوركن هو كده كده فاز, فمش لازم نعلق على الجانب ده منها. حاولت اخد الموضوع في ملعب السبورتنج كاركترز حقيقي, مش عارف افضل مين على مين. ده اللي كان فيه اندرو جارفيلد وارمي هامر الله يمسيه بالخير, داسوا الجرار بقى خلاص مش راجع تاني. الناحية التانية في كيت وينسلت, مايكل ستولبرج, سيث روجن, لا يعني وفلاش داوت في الاثنين. بس تقدر عند ده الفلاشنج اوت بتاعت السايد كاركترز من المشاهد, من طبيعة المشاهد اللي اتعملت. ما كانش فيه ليهم ذات ماتش, ما دخلناش فيهم للدرجة دي, لا مش للدرجة دي, مش للدرجة دي. احنا برضو ما دخلين شخصيات هنا, يعني التوينز احنا دخلنا في الشخصيه بتاعت اندرو جارفيلد, بس التوينز ونفس ما دخلناش برضو فيهم للدرجه دي. يعني التوينز احنا في حته الليجالي دي, الليجاليتيز دي, وان دي حاجتنا ومش عارف ايه, وبيبتدوا يشتغلوا عليها ازاي وهيتارجتوه ازاي وكده. بس انا في لحظه كنت اسمه ايه, نسيت صاحبه ده كان اسمه ايه اللي هو عمله ساث روجن, ووزنياك, كنت اللي هو لا ده من اول الفيلم وانا ستيف جوبز ده ابن كذا وده كذا وده مش عارف ايه. وبعدين اجي المشهد اللي بعديه هو بيتكلم مثلا مع كيت وينسلت يا حبيبي ده الراجل مصدوم مش عارف ايه, وبعدين مع بنته يا حبيبي ده مش عارف. وبعدين في يا جماعه انا معيش, انا الافلام الحواريه فكره انه بقدر جدا انك ما تخلينيش اعمل كده او اللي هو تمام. انا مفيش يا جماعه كاتس كتيره, في حاجات كتيره قوي هما بيتكلموا وان شوتس, وهو يلف يبص في المرايه وهي تقف وراه ويقول لها مش عارف ايه, بقى بيظبط حاجه. اصلا مايكل فاس بندر
كنت شفت طبعا مش بقارن بس لما عمل أشتون كوتشر البتاع كان شكله اقرب ليه وهو صغير. لما جه عمل مايكل فاسبندر الدور انا كنت قبل فيلم بيعمل قلت ده مش شبهه خالص ده مش عارف ايه فكنت فوجئت سيبك من الشكل بس بادائه وهدوءه وال... بينما ذكر معلش بقى حاجه تاكسيد اللي ده ذكر برج هنا اسمه ايه ناسي اسمه جيسي ايزنبرج هو فاهم ال... 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 المغرور المزعج اللي انا بريليانت بس اذكى واحد في الاوضه وبتاع بس ما كانش تاكسيد هو جامد جامد على الكاركتر دي بس هو ده جيسي ايزنبرج في ادوار تانية بس لا ده اتولد من هنا أيوة يعني بس انا ما كنتش شفت بس شوف زكربرج في الحقيقه هو شخص عام اوكورد جدا وهادي جدا الله اعلم هو صغير كان عامل ازاي بس هو كان شخص بتشوفه بيبقى عامل تماما كده ومزعج جدا يا سوري اهدى بكتير حرام عليه اول مشهد في فيلم ده سوشيال نتورك هو قاعد في الديت مع الست دي هو بالظبط 100% يا جماعه ماشي بس انا ما شفتش اسمه ايه وهو بيتخانق لما عملوا له المحاكمه دي من سنتين ما شفتش زكربرج وهو بيزعق طبعا مش عمره ما هيزعق في محكمه او حاجه بس ما حسيتش انه يعني حسيت ان في لا ده زكربرج مع ايزنبرج مع فينشر بيقول له اعمل ايه يعني تركيب على بعض وده تمام انما هنا انا حسيت ان انا 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 فعلا انا شايف قدامي ستيف جوبز انا حسيت ان انا ايه ده هو ازاي ايه ده عارف لما الممثل يختفي في الشخصيه اللي هو زي روبرت داوني جونيور في اوبنهايمر اللي هو ايه ده هو فين ملامحك اللي انا عارفها في العادي فين طريقتك واسلوبك كممثل اللي انا بشوفه في العادي دي كانت من الحاجات اللي روبرت انا كنت قبل الفيلم روبرت داوني جونيور اللي عامل يا جماعه ده كان من الحاجات اللي بتخضني فانا هنا كنت منبهر بتجسيده هو هزك في المشهد في الاخر وهو بيزعق للناس ويقول له اصلا لا ولما ضحك انا فاكر تاني مره اشوف الفيلم ما خدتش بالي انه لما الواد قال له ممكن يكونوا بيتكلموا حاجه اهم منك ومش عارف ايه وجي وهو تعرف ان دي ان ماي بوك دي غلطه سكريبت ليه عشان هو لما قال له maybe they weren't talking about you at all maybe they were talking about something more important انا كان نفسي ما يقولش مور ما يقولش مور امبورتنت something important على طول يعني في 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 مجال الحطه ما فيهاش مور لا بس انا الشوت وروبرت داوني جونيور بيبص له كده وقام الثاني فتح له الباب اول ما خرج قام عمل كده وبص له كده يا لهوي فمهم يعني بس الهوي خلاص نرجع اوبن لا 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 خلينا هنا ميك ميك يور كيس اخر كيس انا بس حته اللعبه بالاليمنتس لس زمور والامكانيات فمشها في فيلم حواري قايم على الاساس بتاعه مفيش اي فلاش باكس من اي نوع عناصر قليله جدا وفهمنا كل حاجه ومش ممله خالص وتجسيد البطل انت سوشيال نتورك انا المود بتاعي روح سوشيال نتورك وانت ستيف جوبز فاينل ونهائيا خلاص انا ده سوشيال نتورك بصراحه انا بموت في السوشيال نتورك اميزنج ما بعرفش اعيش من غيره لو كنا في عالم تاني كنت انضميت معاك في كل حاجه تاني زي كنا في عالم تاني ماشي رخر ذا تيست اوف تايم وقع في صالح هذا الموضوع إذن فأفضل فيلم سيرة ذاتية ما بين في التاريخ طبعا التاريخ بتعريفه عشان الناس بتخش في التكنيكاليتيز بتاعت الكلام ده الأفلام اللي احنا عارفينها اللي احنا شفناها فاهمين كويس قوي ان التاريخ كان فين في الدبيت فيلم حليم حليم واحنا اتفقنا ان احنا ما بنخلطش ما بين الأفلام العربي والأفلام الأجنبي ما ينفعش تحطوا مع بعض دول قوايم ومن دول قوايم عشان ما حدش يزعل من حد في اعتبارات ليها دعوة بالحاجات اللي احنا عايشناها اكتر عصرناها اكتر شفناها اكتر مؤثرة معنا اكتر فاهمين ان التاريخ فيه حاجات تانية كتير بس معلش اكيد في لورنس اوف اريبيا ممكن يكون فيلم افضل من دول كلهم اساسا ما علينا فاحنا ركزنا في المهم وكسبنا مارك زكربرج ذا سوشيال نتورك وحنا موعد الريفيل كل واحد يطلع ورقته حطها في جيبك انا حطيتها في جيبي انت حطيتها فين تحت الموبايل اوكي بليز لا احنا الاثنين ورينا الكاميرا في الاول احنا ورينا الكاميرا انت المره الكاميرا عارفه احنا اخترنا ايه اوكي ده سوشيال نتورك من البدايه ده سوشيال نتورك من البدايه نايس ستيف جوبز ميك سنس ميك سنس بالاخر الحرب اللي في الاخر تحس ان وراها ميك سنس اوكي نايس نايس حلو الحلقه حلو جدا انت الضيف بقى انبسطت انا انبسطت جدا وعشان دايما كنت اتفرج عليها وما كنتش
انا بحب فكره الديبيتس او اوقات احنا ممكن نصورها في يوم تاني نفس الافلام وتلاقي ممكن تلاقي فيلم تاني هو اللي يطلع هيكون ممكن برضو يعتمد على على بالظبط الخريطه بتاعتها عامله زي ممكن كانوا اتنين دول يقعوا من اول مع بعض ويخبطوا في حاجه بقى اللي هو ما فيهاش نقاش yes. فبالعكس انا حبيت قوي الفورمات وعايز اجي في بس هتكون افلام جونرز حاجات عربي كمان هنلعب ضروري بس مش افلام جديده ده عشان انا لا مش افلام جديده لا مش هلعب اللعبه دي تاني جود ابيسود نمان جميل رائع استمتعت بوقتي نورتوني وضروري هنكررها خلاص بقى احنا براحتنا وان شاء الله المره الجايه الاضاءه تبقى احسن والتصوير يبقى احسن والصوت يبقى احسن وكل حاجه تبقى زي الفل الف شكر مستر محمود الف شكر مستر يوسف تنسوش بقى اللايكس والحاجات ديت نتمنى الحلقه تكون لعبتكم العبوا اللعبه عندكم وقولوا لنا مين اللي كسب افضل فيلم سيره ذاتيه وباي باي